مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم ويوم جديد من أيام البيت الكبير. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين حلقة بداية الأسبوع، هيكون معنا أخبار كتيرة جدا وفقرات إن شاء الله تكون فقرات مميزة. أكيد معظم فقراتنا وكلامنا عن فريقنا، فريق النادي الأهلي، مشواره في إن شاء الله قرعة. كمان حضراتكم عارفين يوم الجمعة اللي فات كان في قرعة أبطال أفريقيا، هنتكلم عليها بالتفصيل، عن الفرق اللي هتقابل النادي الأهلي في دوري المجموعات. هنتكلم كمان عن مباراة سيراميكا اللي فاز فيها النادي الأهلي بجدارة ويمكن كان عليها بعض اللغط، هنتكلم عليها من الشكل الفني والشكل المعنوي والشكل الإيجابي. كمان هنتكلم على طبعا مباراة يوم الثلاث مع الإنتاج الحربي ومشوار النادي الأهلي للحصول على طبعا إن شاء الله بإذن الله النجمة 43. كل دوت من خلال برنامجنا هنا البيت الكبير. عندنا فقرات مميزة، عندنا كمان ضيوف على أعلى مستوى إن شاء الله، حلقة تنال إعجاب حضراتكم. طبعا برحب بسهام، مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان. جمهور النادي الأهلي العظيم برحب بيكم وحلقة أول الأسبوع في البيت الكبير. من أول امبارح بعد الفوز وإحنا يعني كنا نتمنى إن إحنا نكون موجودين طبعا عشان نتكلم عن هذا الفوز المهم على فريق سيراميكا كليوباترا، والمباراة الحقيقة الكبيرة اللي قدمها الفريق وإصراره إنه يحقق الفوز الحقيقة ويسجل الهدف الثاني حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. والحقيقة هنا في نقاط كتيرة جدا أو بعض الملاحظات اللي إحنا عايزين نتكلم عنها، بس عايز أقول لكم في الأول بس ضيوفنا اللي مشرفينا طبعا النهارده في الفقرة الأولى، مشرفنا الأستاذ محمود صبري. الأستاذ محمود صبري طبعا واحد من نجوم الصحافة ومدير تحرير جريدة الأهرام، وهيكون إن شاء الله معنا في الفقرة الثانية اثنين من نجوم كرة القدم، الكابتن محمد حشيش والكابتن علاء النبيل. النهاردة مشرفينا في الفقرة الثانية علشان نتكلم في أحدث الموضوعات اللي تخص النادي الأهلي واللي تخص طبعا المشوار اللي بينتظره النادي الأهلي وغيرها أيضا من المواضيع إن شاء الله. أكيد طبعا إن شاء الله عندنا موضوعات كتيرة جدا جدا النهاردة. زي ما قلت سهام، عندنا كمان ضيوف هنتكلم على مشوار النادي الأهلي، مشوار النادي الأهلي. وخلينا نبدأ يمكن بمباراة سيراميكا. مباراة سيراميكا أعتقد كانت على المستوى الفني مباراة رائعة، بتكلم خاصة الشوط الثاني. بنتكلم على فريق كمان فريق محترم، النادي الأهلي بيعمل أداء ولا أروع في الشوط الثاني. مباراة سيراميكا خلينا نقول طبعا تحية أولا لنادي سيراميكا الصاعد من الممتاز به على الأداء والروح العالية اللي كان بيلعب بيها، لكن خلينا كمان نتكلم على النادي الأهلي. النادي الأهلي في الشوط الثاني أعتقد أدى أداء أكثر من رائع، يعني في أدوات وفي شغل اتعمل من موسيماني هنتكلم عليه بالتفصيل. بداية المباراة كانت ازاي، دخول زي ما انتم شايفين وليد سليمان بدخول كهربا، اعتقد ده كل ده ادى شيء ايجابي للناحية الهجومية للنادي الاهلي وخاصة وجود كمان قفشة. يعني خلينا نتكلم ان مباراة السيراميكا اعتقد من المباريات المهمة جدا اللي موسيماني استفاد بيها بشكل كبير. كمان هنتكلم ان شاء الله كمان على مباراة او مشوار النادي الاهلي كمان يوم الثلاث اللي جاي استكمالا لبطولة الدوري في الاسبوع السادس. لكن سهام خلينا اقول لك مباراة سيراميكا كانت يعني الناس كانت بتتكلم عليها من منطقين، اخفاق موسيماني، الناس بتتكلم على اخفاق موسيماني وفي الشوط الاولاني، وانا بقول ان دايما المدرب بيتشاف، بيقولوا كده في لغه الكوره الشوط الثاني شوط المدربين. الشوط الاولاني سيراميكا كان الى حد ما افضل، ماسك نص الملعب بشكل افضل، كنا مفتقدين شويه حلقه الوصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم، لكن الشوط الثاني مع نزول وليد سليمان مع وجود قفشه وكهربا اعتقد الشكل اختلف تماما. يعني طبعا احنا ليه بنتكلم على المباراه دي، يعني الحقيقه بص انا في بعض الملاحظات كده اللي مسجلها تخص فريق ما تخصش ماتش. يعني يمكن النهارده يعني يمكن كلنا لفت نظرنا مستوى كهربا، مستوى محمود عبد المنعم كهربا، الثقة الكبيرة اللي النهاردة بياخدها ماتش بعد ماتش، تصدره حاليا لجدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 4 أهداف. كمان عندك وليد سليمان اللي بينزل بكل تاريخه بيأدي المطلوب منه حتى ولو دقايق قليلة، بينفذ تعليمات الجهاز الفني، بيتعمل له 1000 حساب وربنا يكرمه ويسجل هدف جميل جدا. النهاردة ده بيأكد ايه؟ بيأكد ان وليد فعلا زي ما بيقولوا يعني معاه شنطة الأهداف، وانه لاعب مقاتل فعلا وبيعشق هذا النادي وبيحارب دايما لحد اخر دقيقه. كمان اللي لفت نظري جدا في المباراه ديت المتميز جدا بدر بنون، اللي الحقيقه بقى
صخرة دفاع النادي الأهلي الجديدة لا غنى عنه، والمستوى الثابت اللي بيظهر فيه من وقت للتاني واكتساب الثقة، وخلاص يمكن خلاص بدر يعني اندمج مع زمايله سرعة جدا وكأنه بيلعب في الأهلي وفي مصر من فترة طويلة، طبعا البركة في معلول يعني. فالحقيقة كل نجوم الأهلي كانوا نجوم كبار جدا في المباراة دي، وأثبتوا أنه هم فعلا ناويين على اللقب ال 43، مفيش تهريج من أول الموسم ما بدأ، وإن شاء الله الفريق يحقق الفوز يوم الثلاث ويواصل تصدر الجدول ترتيب البطولة. علشان كده إحنا مش واقفين على ماتش اتلعب أول امبارح، يعني أنت بتتكلم على ماتش، يعني بتتكلم عن لقطات مهمة جدا صحيح تخص المشوار ده طبيعي بتاع الفريق. يعني في إيجابيات كتيرة جدا طبعاً. رغم الشوط الأولاني كان في قلق شوية، لكن في إيجابيات كتيرة جدا زي ما اتكلمتي، كهربا هداف الدوري، بتتكلمي على بدر بنون اللي بيثبت كل يوم إنه صفقة على مستوى عالي جدا صح. من هدوءه وتركيزه وقوته وسرعته وأدائه الجميل. كمان نتكلم على أفشة إزاي هو اللي بيربط خط الوسط، وهو كان المايسترو وبيوصل الأهداف بشكل بشكل أكتر من رائع. فخلينا نقول إن مباراة سيراميكا مباراة جيدة، أنا في اعتقادي استفاد منها موسيماني بجزء كبير جدا على المستوى الخططي، على مستوى التشكيل، على مستوى كمان اللعيبة المميزة اللي شاركت في الشوط الثاني. صحيح. عشان كده خلينا نروح مع حضراتكم مشاهدينا نشوف التقرير ده. التقرير ده بيتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي المرتقبة. بحثا عن تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تربعه على عرش بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي وسط حالة من المعنويات المرتفعة المسيطرة على لاعبي الفريق بعد الفوز الصعب والمستحق الذي حققه الفريق على نظيره سيراميكا كليوباترا. ويحتل الأهلي حاليا قمة جدول ترتيب بطولة الدوري في رحلة البحث عن اللقب 43 برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد. ونجح الفريق في آخر مبارياته ببطولة الدوري يوم الجمعة الماضي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بعد مباراة معقدة وصعبة بثنائية نظيفة حمل التوقيع نجمه المتوهج محمود عبد المنعم كهربا وحامل حقيبة الأهداف المخضرم وليد سليمان بعد دقائق من دخوله لأرض الملعب. وواصل محمود عبد المنعم كهربا هوايته في هز الشباك مع المارد الأحمر خلال الموسم الجاري ليسجل هدفه الرابع في بطولة الدوري ويعتلي قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 4 أهداف بعد 5 جولات فقط وبفارق هدف واحد عن زميله محمد شريف. وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري قد أعلنت تعديل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من الجمعة 15 يناير بسبب تعارض موعدها القديم مع جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر بدءا من يوم الأربعاء المقبل. وسيطرت على الجهاز الفني للأهلي في الساعات الماضية حالة من الارتياح بعد تعافي الثنائي مروان محسن وعمرو السولية من فيروس كورونا المستجد وجاهزيتهما للعودة إلى مباريات الفريق من جديد. ووسط هذه الزحمة المحلية من المباريات يضع الأهلي عينا على كأس العالم للأندية المرتقبة الشهر المقبل في قطر، ويواصل استعداداته للمشاركة في البطولة التي يعود إليها بعد غياب طويل، ويسعى للظهور بصورة طيبة وأداء قوي يليق باسم نادي القرن الإفريقي وبطل دوري أبطال إفريقيا التاريخي. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يوم الثلاث أمام الإنتاج الحربي، مواصلة إن شاء الله الانتصارات ومواصلة كمان الحصول على النجمة 43. على الجانب الآخر طبعا بعد وصول النادي الأهلي لدور المجموعات أو دور المجموعات بطبعا فوزه على سنديب بطل النيجر، الكل كان مترقب طبعا قرعة البطولة الأفريقية أبطال الدوري اليوم الجمعة زي ما حضراتكم عارفين كانت موجودة في الكاف طبعا للموسم الجديد. النادي الأهلي الحقيقة طبعا حامل اللقب وهو أكتر نادي أفريقي حاصل على بطولاته، وبالتالي كان على رأس المجموعة. خلينا نقول المجموعة الأولى طبعا مع النادي الأهلي فريق فيتا كلوب طبعا الأنجولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني، وإن شاء الله النادي الأهلي يتأهل بإذن الله عن طريق المجموعة ديت
ويواصل إن شاء الله مشواره للحفاظ على اللقب القاري وتحقيق طبعا الجملة الجديدة العشرة. يا أهلي إن شاء الله يكون موسم أكتر من رائع على مستوى الدوري على مستوى البطولة الأفريقية. وطبعا خلينا نتكلم إن القرعة دايما الناس بتقول قرعة جامدة بسيطة، لا القرعة دي قرعة فيها فرق كبيرة وفيها فرق محترمة. سهام شاركت قبل كده في البطولة الأفريقية ودايما البطل بيبص على البطولة ما يهموش مين الموجود في المجموعة. أكيد بصراحة كويس كويس ان انت فتحت الموضوع ده، لان برضو يعني في من ساعة طبعا ما تم الاعلان عن القرعة في كده يعني نغمة بتتردد، والحقيقة مش عجباني في الساعات اللي فاتت دي ان المجموعة سهلة وان الاهلي قادر على التأهل. طبعا ان شاء الله الاهلي يعني بروح البطولة وإمكانيات لعبته ورغبته ورغبة جماهيره كمال كبيرة قادرة أن هي تتأهل، لكن المجموعة ما نقدرش نقول عليها سهل، مش سهل. والسنين يمكن اللي فاتت دي بتثبت أن ما عادش في فريق النهاردة في أفريقيا ده فريق سهل وده فريق كبير وده فريق صغير، لا احنا شفنا مفاجآت كتيرة يمكن في البطولة في السنين اللي فاتت. لما تيجي انت تبص كده كابتن هاني على المجموعة كده سريعا، فتلاقي فريق المريخ السوداني دوت غير السنة دي يمكن وبيعود لدور المجموعات صحيح بعد غياب الثلاث سنين. طلع مين بقى في دور ال 32؟ طلع أنيمبا النيجيري العريق. طبعاً. بكل تاريخه وبكل بطولاته دي. كمان لما نتكلم عن فيتا كلوب من الفرق القوية جدا ودايما بيكون متواجد في دور المجموعات في البطولة في السنين اللي فاتت تحديدا، وفريق إمكانياته قوية جدا. وطبعا فريق سامبا التنزاني النهاردة أشهر فرق تنزانيا وواحد من أيضا الفرق العريقة في القارة الأفريقية وفي المجموعة دي، يعني فرقة قوية جدا يعني. فالأهلي إن شاء الله قادر أنه هو يتأهل صحيح منها للدور اللي جاي. بس أنا كمان مش عاجبني النغمة والجملة المطاطة، لأن النهاردة سمعت كمان الكلام ده طالع من نادي المريخ السوداني أحد مسؤولينه هناك بيتكلم عن فكرة أنه هو بيتمنى أنه يحصل على المركز الثاني بعد الأهلي في المجموعة. ما هو مفيش فدي التصريحات لا يمكن أن احنا ننخدع إليها أبدا. لا طبعا يعني خلينا نتكلم دايما بيكون لما النادي الاهلي بيتواجد في مجموعه كل الناس بتقول خلاص هي بتبث الروح شويه، روح اللي هو ممكن توصل للعيبه او توصل للجهاز الفني ان انتوا كده كده واصلين. لكن خلينا اكد لك سهام ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد حريصين كل الحرص ان المشوار الافريقي يبدا بقوه. ورغم ان المجموعات دايما بنتكلم لعيبه الكوره تقول لك على الورق بس، على الورق بس النادي الاهلي بيتاهل، لكن دايما متعلمين ان ال 90 دقيقه وخاصه في البطولات 90 دقيقة بتبقى مهمة جدا جدا، والمشوار بيبقى قوي جدا جدا. إن شاء الله هنبدأ مشوارنا مع المريخ السوداني. لكن نتكلم كمان على بعض المفاجآت اللي حصلت في دور ال 32. اتفضل. مباراة يعني خروج الرجاء كمان طبعا من البطولة رغم وجوده في دور الأربعة في المربع الذهبي السنة اللي فاتت، خروجه عن طريق فريق مغمور من السنغال، فده بيأكد مفاجأة. إن مفيش حاجة مفيش حاجة في الكورة اسمها سهل. وأنا بأيدك تماما إن يعني إن إن شاء الله المجموعة النادي الأهلي لما بيكون مركز وده طبيعته، وخاصة في البطولة الأفريقية حلم الجماهير أعتقد إن شاء الله في المتناول، ولكن بتطلب تركيز وتطلب مجهود كبير جدا. وكمان الفرق اللي معانا على مستوى عالي زي ما أنت شرحت كده كلهم طبعاً. على مستوى أكتر من رائع. طيب تعالوا نروح لاخبار فرقتنا والنادي الاهلي، ان موسيماني بيعقد طبعا اجتماع او محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق المران النهارده الظهري طبعا على ملعب استاد تيتش كالعاده، بيتكلم معاهم في المباراه اللي فاتت، بيتكلم معاهم على بعض الايجابيات والسلبيات، بيتكلم على المحاضره الفنيه اللي كمان ان شاء الله احنا عارفين النادي الاهلي بعد بكره عنده مباراه مع الانتاج الحربي، بيتكلم في كل الامور الفنيه وبيبدا التمرين زي ما حضراتكم شايفين. على الجانب كمان المعنوي، على الجانب المعنوي كانت مباراه مهمه جدا جدا، مباراه سيراميكا اللي فاز فيها الاهلي 2-0، وبيطلب اكيد من اللعيبه ان شاء الله الاستمرار في الانتصارات، وخاصه ان مشوار بطوله الدوري مشوار طويل ولسه احنا في بداياته، لكن مهم جدا الانتصارات في بدايات الموسم. اكيد طبعا. بسرعه كده النهارده بنتكلم عن استعداد الاهلي لمباراه الانتاج. النهارده الفريق خد تقسيمه بطول الملعب بمشاركه حارسين المباراه. النهارده في تركيز كبير زي ما انت قلت كابتن هاني من الجهاز الفني وبالتحديد من موسيماني اللي كان حريص انه يوقف او يوقف المران اكتر من مره عشان يصحح بعض الاخطاء
الاخطاء ومطالبه اللاعبين ان هم ينفذوا الجانب الخططي. النهارده كمان يمكن كان في اكتر من تقسيمه بينفذ خلالها الجهاز الفني الجزء الخططي ده طبعا. وكمان من خلال الصوره شفنا تواجد الكابتن محمود الخطيب لسه مستمر في متابعه الفريق، ولسه كابتن محمود الخطيب بيأزل الفريق بشكل كبير جدا. شفناه مع موسيماني بيطمن معاه على حاله الفريق المعنويه والفنيه، وده طبعا يعني مش جديد على الكابتن محمود الخطيب. لسه مع اخبارنا وفرقتنا النادي الاهلي، الثلاثي عمرو السوليه وجونيور اجاي ومحمود وحيد بيتدربوا تدريبات تاهيليه النهارده على ملعب التتش تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. بيستعد طبعا السوليه للعوده تاني بعد عودته، ونقول له الف حمد لله على السلامه. طبعا بيتاهل بدنيا للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه من فيروس كورونا. بيشتكي اجاي لسه بيشتكي من اصابه في وتر الوحشي في رجليه، ويواصل طبعا محمود وحيد التاهيل. طبعا احنا عارفين محمود وحيد اشتكى من الام في الركبه، لكن عوده عمرو سوليه يعني الحمد لله، بنقول له الحمد لله على السلامه، ان شاء الله تكون اضافه كبيره جدا لخط وسط النادي الاهلي. طيب بمناسبه محمود وحيد بقى، يعني طبعا الظهير الايسر للنادي الاهلي، بيؤكد احمد ابو عبله طبيب الفريق انه اللاعب خلاص هينتظم في المران الجماعي بعد مواجهه الانتاج الحربي دي ان شاء الله، وبيخضع لبرنامج تاهيلي بعد طبعا ما كان بيشتكي من الم في الركبه. النهارده بياخد جلسه في الجيم، بعد كده استكمل برنامجه التاهيلي بالجري حوالين الملعب، بينفذ بعض الفقرات التاهيليه تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي بالكامل في النادي. من محمود وحيد نطمن على مروان، النهارده مروان محسن، بيؤكد برضو دكتور احمد انه المسحه الطبيه اللي اجراها مروان محسن مهاجم الفريق سلبيه. النهارده دكتور احمد كمان بيقول ان في اجراء احترازي هيتم اتباعه مع مروان محسن، وده من خلال اجراء مسحه جديده له بكره ان شاء الله، علشان يعني يزود فكره الاطمئنان على حالته بشكل كبير، وفقا طبعا للاجراءات اللي احنا عارفينها كلها ومتبعه الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم النهارده اتباعها ضد كورونا فيروس. النهارده مروان بيخضع لبرنامج تاهيلي مصغر بحيث انه ادى جلسه في الجيم النهارده على هامش مران الفريق اللي طبعا كان النهارده الظهر. طبيعي طبعا، كل ده في اطار استعدادات النادي الاهلي. طبعا في كمان مشاركه كبيره جدا منتظرها النادي الاهلي ان شاء الله الشهر الجاي، منافسات كاس العالم للانديه. زي ما اقول كمان الدكتور احمد ابو عبله بيقول انه بيتم تجهيز ملف كامل، ملف طبي خاص بالفريق. هذا الملف لازم يتم ارساله الى الاتحاد الدولي فيفا استعدادا للمشاركه في المونديال. قال طبيب النادي الاهلي ان هناك ورشه عمل يعني سريعه جدا، وبتعمل بشكل خاص على بطوله كاس العالم للانديه يوم الخميس المقبل ان شاء الله، هيكون من بينها طبعا الحديث عن الضوابط والاجراءات الطبيه. احنا عارفين البطولات العالميه بيكون ليها بروتوكول خاص، وبيتبعت يعني الاتحاد الدولي الفيفا بيبعت للانديه المشاركه بروتوكول خاص واضح جدا من خلال الاجراءات وبنود كتيره جدا. طبعا من خلال الدكتور احمد بيمر على هذه البنود بشكل سريع. كمان على المستوى الاداري اكيد في بنود هيمر عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ. فبنقول كمان النادي الاهلي بيستعد بشكل اكثر من رائع، بيستعد لبطوله كبيره جدا، بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله الشهر الجاي في قطر باذن الله. هنطلع مع حضراتكم فاصل صغير، وبعد الفاصل نكمل اخبارنا العالميه في البيت الكبير. هنبدا اخبارنا العالميه بالتحديد من فريق شالكة. النهارده شالكة بيتفادى رقم قياسي كارثي ما بين قوسين. ليه كارثي؟ النهارده فريق شالكة بيتجنب الحقيقه معادله الرقم القياسي الكارثي لتسمانيا برلين. تسمانيا برلين اللي خاض 31 مباراة بدون أن يعرف طعم الفوز في موسم ال 65 و 66. النهارده يمكن شالكة محقق فوز ساحق على ضيفه هوفنهايم 4-0، وده كان امبارح السبت في الدوري الألماني الممتاز. فتعالوا كده نشوف التقرير ده ونعرف تفاصيل أكتر بقى، ونعرف تصريحات المدرب السويسري الجديد كريستيان جروس طبعا كان بيدرب هنا الزمالك في مصر، نعرف تصريحاته عن الفوز اللي اتحقق مؤخرا. تفادى شالكة رقما قياسيا كارثيا ظل صامدا لأكثر من نصف قرن عبر فوزه الساحق على ضيف هوفنهايم 4-0 أمس السبت في الدوري الألماني الممتاز.
الفوز ليس فقط الأول في الموسم الحالي بالنسبة لشالكا، لكن أيضا الأول من 30 مباراة، وتحديدا منذ يناير 2020 عندما تغلب على مونشنغلادباخ. وتجنب شالكا معادلة الرقم القياسي الكارثي لتازمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة دون أن يعرف طعم الفوز في موسم 1965-1966. وقال المدرب السويسري الجديد كريستيان جروس: الكثير من الأمور صارت في صالحنا وأدرك ذلك تماما، لا أريد أن يبعدنا ذلك عن اللحظات الجيدة التي عشناها خلال المباراة، سنحاول البناء على ذلك وندرك أن أمامنا الكثير من المباريات الصعبة، ثقتنا ستزداد بالتأكيد عقب هذا الفوز. وخسر شالكا 10 مرات مقابل 4 تعادلات قبل مباراة الأمس ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن كولن متذيل الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن آخر مراكز الأمان التي يحتلها كولن برصيد 11 نقطة. طيب نروح من شالكا الألماني نروح لنادي إشبيلية الأسباني. النهاردة بيعلن رسميا تجديد عقد مدربه طبعا لوبيتيجي حتى صيف 2024. نعرفين عقد لوبيتيجي كان بدأ عام 2019 والمفروض ينتهي بنهاية الموسم اللي جاي، لكن طبعا بيقدم موسم أكتر من رائع، يعني استطاع طبعا لوبيتيجي أنه يقود الفريق للفوز بالدوري الأوروبي على حساب فريق كبير جدا زي الإنتر في الموسم اللي فات، وبالتالي طبعا الإدارة الفنية أو إدارة النادي بتجدد عقده لمدة 4 سنين تاني. وعارفين طبعا إشبيلية من الفرق المحبب لها الدوري الأوروبي، يمكن أكتر من الفرق اللي حققت نجاحات في الدوري الأوروبي، لوبيتيجي بيعمل معاهم شغل أكتر من رائع. وأكيد أكيد طبعا البطولة بطولة الكاس كاس بطولة أوروبا اللي فات كان ليه عامل كبير جدا جدا في بقاء أو تجديد عقد هذا المدرب، لأن طبعا يعني كسب فريق الانتر، وفريق الانتر كان فريق اكتر من رائع، لكن طبعا إشبيلية بيأكد ان هو دايما من البطولات المحببة ليه الكاس. كيمياء بالظبط، كيمياء بين لوبيتيجي وإشبيلية الحقيقة النهاردة بيحقق بيهم نجاحات كبيرة. نروح للمانشستر سيتي وتشيلسي، الحقيقة الفريقين دول قدروا بسهولة جدا انه يوصلوا للدور الرابع ببطولة كاس انجلترا النهاردة. النهاردة مانشستر سيتي كسب برمنغهام سيتي 3-0، وتشيلسي كسب موركامب 4-0. فجوارديولا وفرانك النهاردة لامبرد دفعوا باللعيبة البدلاء والبعيدين يمكن عن الملعب من فترة جدا علشان يشاركوا في المباريتين دول النهاردة، بسبب طبعا تواضع مستوى المنافسين وفرصة ان هو طبعا يريح اللعيبة الأساسية. صحيح، وخلي بالك الدور ده هيرجعنا تاني في فريق صعب وفريق سهل. خلي بالك النهاردة كمان ليدز يونايتد الفريق الكبير في البريمير ليج بيخرج من الدور الثالث لكاس كاس انجلترا عن طريق فريق في الدرجة الرابعة مثلا، كراون تاون دوت فريق في الدرجة الرابعة بيطيح طبعا بليدز يونايتد. فزي ما بنقول مفيش مستحيل في الكورة، والكورة بيحصل فيها الكتير. طيب النهاردة كمان أشرف حكيمي طبعا نجم الكورة المغربية بيواصل التألق وبيسجل هدفه السادس مع انتر ميلان في السنة، يعني في هذا الموسم، في المباراة طبعا اللي انتهت بالتعادل 2-2 ضد روما في الدوري الإيطالي. حكيمي طبعا بيعادل رقم مايكون، كلنا فاكرين الظهير الأيمن البرازيلي الرائع مايكون ده كان طبعا مدافع الانتر وكان في المان سيتي وكان من المدافعين الأقوياء جدا، ولكن أصبح طبعا النجم المغربي أول مدافع يسجل 6 أهداف في موسم واحد مع انتر، طبعا دوت من خلال 2009-2010. عارفين طبعا حكيمي بيقدم موسم اكتر من رائع، مايكون كمان بيفكرنا مايكون ظهير الرائع للانتر والمنتخب البرازيلي اللي لعب للمان سيتي، لعب لروما على مستوى السيريا، على مستوى السيريا في الدوري الايطالي. لكن حكيمي طبعا ده جون حكيمي جون اكتر من رائع، وكمان بيدل على القيمه التهديفيه لهذا المدافع، بيسجل السنه دي 6 أهداف وبيكسر رقم مايكون المدافع البرازيلي العظيم، وكمان بشكل اكتر من رائع بيأدي بشكل اكتر من رائع، ويعتبر من افضل المدافعين على مش على مستوى القاره الافريقيه لكن على مستوى العالم، بيأدي بموسم اكتر من رائع مع
مع الميلان. نتمنى له طبعا كل التوفيق لانه لعيب عربي وبيقدم صوره جميله جدا جدا للاعب العربي. لعيب عربي زي ما انت بتتكلم على محمد صلاح نجمنا فخر مصر والعرب وبتتكلم على رياض محرز في السيتي كمان النهارده، يعني حكيمي متالق جدا وبيقدم موسم ولا اروع بالرغم من ان هو يعني مدافع الا انه احد يعني ابرز الهدافين طبعا يعني. فدول فخر العرب يا جماعه. نروح بقى لخافير اجري المدرب المكسيكي الكبير اللي درب منتخب مصر قبل كده، راح فين حاليا؟ هو حقق اول انتصار له مع مونتيري في الدور او الدوري المكسيكي من ساعات بنتيجه 2-0. اجري مباراته اللي جايه مع مونتيري هتكون ضد كلوب امريكا اللي الاهلي يعني خد على حسابه برونزيه كاس العالم للانديه بال 2006، ومدربهم في سانتياغو سولاري نجم ومدرب طبعا ريال مدريد السابق، وهكون في الجوله الثانيه للدوري المكسيكي. اجري طبعا يعني قاد الفراعنه في 12 مباراه، نفكر حضراتكم فاز في 10 خسر 2، وسجل المنتخب تحت طبعا قيادته 25 هدف واستقبل فقط 7. يعني اجري طبعا بعد التجربه في منتخب مصر كمان كان ليه تجربه في الليجا في الدوري الاسباني، وكان قريب جدا ان يحقق معجزه ببقاء احد الانديه اللي كانت متعثره، لكن طبعا نزل للدرجه الثانيه وراح المكسيك وبيدرب وعامل شغل اكثر من رائع. طيب تعالوا نروح لهالاند. طبعا هالاند النجم العالمي نجم بروسيا دورتموند الالماني طبعا اصبح هو الهدف القادم للمان سيتي. جارديولا بيريد تدعيم خط الهجوم بهذا اللاعب الصاعد الواعد، طبعا عارفين هو مواليد 2000 عنده 20 سنه تقريبا، بيقدم مستويات رائعه في الدوري الالماني وفي البطولات الاوروبيه. المان سيتي يعني بيستخدم بند في عقد سانشو لاعب دورتموند الحالي واللي اتنقل من السيتي، وهو بند نسبه اعاده البيع اللي كانت بتوصل تقريبا ل 15 مليون استرليني صالح النادي الانجليزي، بيضغط بالبند ده شويه للحصول على طبعا هالاند، والضغط على دورتموند للحصول على هذا اللاعب الرائع. لكن دورتموند عنده كمان عرضين مش بس من مان سيتي لكن كمان من مان يونايتد، عنده عرض قوي جدا. وكمان خلينا نتكلم ان في صراع كبير جدا، احنا عارفين ان هالاند دوت لاعب النرويجي من افضل اللعيبه على مستوى العالم حاليا، وبيدينا كده طفره عن القيمه التسويقيه. وطبعا دورتموند اشتراه يمكن من الدوري النمساوي كانت قيمه عقده 30 مليون في خلال سنه، القيمه التسويقيه لهذا اللاعب وصلت 163 مليون يورو. فبتتكلمي على لاعب عنده 20 سنه، القيمه التسويقيه بتاعته 163 مليون يورو في خلال سنه واحده. هذا الطفره في الاداء، وعلى مستوى الشامبيونز ليج حقق 6 اهداف او 10 اهداف، كان هداف الشامبيونز ليج. فلاعب واعد كل الانديه اعتقد في الانتقالات اللي جايه، كل انديه العالم هتكون طبعا يعني الانديه الكبيره التوب تيمز في العالم هيكون هالاند يعني من احد العناصر اللي بيركزوا عليها. يعني اختصارا لكلامك نص انديه اوروبا عايزه هالاند، انت صحيح. بقى يا هالاند هتختار ايه بعد الفاصل البيت الكبير؟ مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وأول فقراتنا الحوارية في البيت الكبير النهاردة مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير عليك يا أستاذ محمود. وحشنا. بسلامتك. أخبارك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب، سنة سعيدة عليك إن شاء الله وعلى كل مصر. وعندنا شوية ملفات هنتكلم عليها بشكل كبير إن شاء الله. عايزين نبدأ مع حضرتك بمباراة النادي الأهلي وسيراميكا. مشوارنا في الدوري وإن شاء الله الحصول على النجمة 43 ماشيين فيها بشكل اكتر من رائع. مباراة سيراميكا شفتها ازاي؟ يعني هو اللي حصل في الشوط الثاني غطى على يعني ايه، الناس استغربت من اول مره تشوف الاهلي يلعب في الدوري بثلاثة ديفندر في مباراة سيراميكا. طبعا دي وجهة نظر المدرب الفني ما حدش دخل فيها، بس ايه يعني كأنه هناك شعور بالخوف او شعور باحساس زائد بقوه المنافس في وسط ملعبه، ما حدش يعني لمسه يعني اعتقد ايه كان ممكن يبقى فيه الاداء افضل من كده. مساله تاخير الفوز للشوط الثاني دي برضو من النقاط المهمه جدا محتاج هنتكلم فيها مع حضرتك. طبعا يعني الاهلي خلص المباراه بدري، يعني حتى كل المحللين والمتابعين استغربوا ان الماتش وصلت بين المرحله ليه لوقت كام، دخلنا في يعني في اول الشوط الثاني عشان يستطيع الاهلي يفك بعد كميه فرص
في منتهى الغرابه، انفرادات كان حاجه يعني حاجه يعني ادت احساس وكان المباراه ستنتهي بالتعادل من عدم التوفيق وسوء الحظ اللي لازم اكتر من لاعب في اكتر من فرصه. لكن المباراه كانت شد وجذب ما بين الفرقتين، وانت اديت الفرصه لفرقه سيراميكا اللي هي عندها طموح وصاعده وقدمت بدايه طيبه في الدوري ان هي تدخل معاك يبقى عندها امل انها ممكن تخطف جول. يعني انت لو لاحظت حاجه في لعبه اتلعب عليها كذكاء من المدرب اللي هي اللعبه اللي هي خلف الدفاع ونفس طريقه لعب الشناوي للكوره اللي انقذها محمد الشناوي كانت في منتهى الخطوره من ايمن اشرف والمهاجم بتاعهم شادي حسين. لو لاحظتها كوره من الحاجات الهجمات الخطيره اللي تحتاج انك انت تقف برضه يعني عندها شويه كده يعني صحيح. نشوفها صحيح قدامنا ملخص، لكن خلينا نتكلم معاك في النقطه الاولانيه الشوط الاولاني، وانت قلت يعني ثلاثه ديفندر دي وجهه نظر طبعا الجهاز الفني، بس ما كانش اعتقادي ان هو خوف من المنافس اكتر منه ان هو بيشوف الشكل العام لفرقه النادي الاهلي لو لعبنا بثلاثه، وده وارد في كره القدم. يعني وارد جدا ان المدير الفني يكون عنده رؤيه قبل المباراه بيحاول ينفذها في الشوط الاولاني، ما طلعش الشكل المطلوب، ما طلعش شكل كويس، وده وارد في كره القدم. لكن الاهم بقى انك تبص وتعدل في الشوط الثاني. كلام جميل، لكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. ممكن وجهه نظر ثانيه تقول لك ايه، خلص المباراه وبعد كده العب بالشكل اللي انت عايزه، لانك ما تضمنش ظروف المباراه عامله ايه، فتيجي تحط لك مشكله مثلا بصوره انت كمان رايح يعني ملعب برضو انت مش متعود عليه برضو عشان نبقى واضحين. لكن ايه الجو والمباراه كانت يعني عايز اقول لك ايه، المباراه كان فيها شد وجذب، بس واضح ان عن كده كان في بعض الفرص شايفين يعني النادي الاهلي بعد الفرص، بس يعني انت عارف فرص انت ايه كتير كمان. عاوز اقول لك ايه بعد الفرص، بس ايه في حاله كان من الاستعجال عاوزين بولي يجيب جول باي شكل. يا جماعه مش كده، صحيح يجيب جول بس ايه مش بالصوره، مش عاوز اقول لك ايه مش بالتسرع. ولذلك انت تلاحظ في حاجات كتير جدا، مثلا في الباص كان ممكن طاهر محمد طاهر بعض الاحيان بيبقى وحده قدام الجول، يعني في حاله انفراد والكره تروح رايحه الناحيه الثانيه. صحيح. يعني برضو لما نزل المعلم في الشوط الثاني والقسطى، ده حاجه يعني دي بقى شغلانته، يعني بيعرف يحطها لمين والفين وفي الوقت ايه. يعني ده برضو ايه تكلم على قفشه، طبعا على قفشه طبعا طبعا قفشه زي ما احنا شايفين. بص اداك الشك، شوف انت كميه الفرص اللي في الشوط الثاني كانت عامله ايه. كانت المباراه تنتهي على الاقل يا كابتن هاني، تنتهي على الاقل 6-0. يعني ايه 6-0؟ ايه ما فيش يعني ايه بغدون كمان الهدف اللي لغاه الحكم والفار بطريقه عجيبه وغريبه جدا. ما اعرفش امتى الفار هيحسب هدف الاهلي، يعني نفسي عاوز اساله هيحسبه امتى لل لان يعني الموضوع لا موضوع جدا. موضوع غريب وموضوع يعني مريب. المساله انت جايب الفار علشان يسهل المهمه ولا يعقدها؟ طيب هل الفار دلوقتي هيبقى انه الحكم يعتمد عليه في كل قراراته؟ يعني لو الحكم شاف قدامه ضربه جزاء ما يحسبهاش، ولا استنى الفار لما يقول له طب الفار اللي قاعد جوه ده مش هيقول يا عم خلاص بطلنا مش شايف حاجه. انا اللعبه من وجهه نظري من السيد القرار في المساله، هل هو سيد القرار حكم الملعب؟ حكم الملعب. طيب طبعا هل يعني الامور يا كابتن برضه في الحاجات دي هنقول لسه بنتعلم ولسه ما بنعرفش نحدد الصوره، هنقعد نقول بقى نقول مبررات. طب لغايه امتى المبررات؟ ماشي، المفروض يبقى في تدريب ومعروف مين العناصر الاساسيه، وزي ما حكم الفار هو لحكم الملعب يبقى حكم الملعب هو صاحب القرار، وعارفين الحاجات اللي بنقف عنديها اللي هي ضربات الجزاء والتسلل والطرد، دي الحاجات طبعا الاساسيه اللي هي البروتوكول. نرجع لماتشنا، وانت زي ما بتقول الشوط الثاني كان شكل مختلف خالص جدا. التغييرات اللي عملها موسيماني بنزول قفشه وكهربا ووليد سليمان، الدكه قلبت الماتش، الموضوع اختلف تماما. يمكن يعني طلع مش اكرم شويه ناحيه اليمين بدل بيكم. يعني كان في رؤيه فنيه خاصه لموسيماني عدلت وخلت شكل النادي الاهلي بهذا يعني اداء مميز جدا. بقول لك مباراه تنتهي باكتر من كده، تنتهي باكتر. لا شوط رائع في الشوط الثاني، لكن عاوز اقول لك ايه، انت في مسابقه خلي بالك في ظروف صعبه مظبوط جدا، وممكن كل الكلام اللي بيترمي ان ممكن تحصل ظروف فجاه يقول لك خلاص الدوري كده ستوب وخلاص خلصنا وكمل عشان دي الوقت، فخلاص من الاول اللائحه المحطوطه في اللي عملها تمن عملتها اللجنه 50 ممكن يقول لك طب مين الاول ده فلان الاول، طب خلاص يبقى هو بطل الدوري ونكمل وخلاص. دلوقتي يقول لك ايه هنأجل الدوري، هتأجل في شهر 7 لو الاولمبياد اتعملت خلاص. فانت طبعا الموسم ما تنساش كمان ايه بطوله افريقيا داخل معاها، تصفيات امم افريقيا داخل معاها، تصفيات كاس عالم هتبدا، فهيبقى في تأجيلات كتير وهيبقى في ظروف، فانت لازم تخلص ماتشاتك بتاعت الدور الاول وانت على القمه ومحافظ.
ولازم تبقى قاري كده وفاهم، مش تديش فرصه وتقول ان انا يعني الشوط الاول يعني ايه. لا اكيد الصوره وضحت بالنسبه للموسيماني، والتشكيله الاساسيه هي اللي لازم تبقى موجوده انك انت تخلص مبارياتك اول باول، وبعد كده في الشوط الثاني بعد ما تكون جبت جول واثنين خلاص بعمل اللي انت عايزه وجرب حسب ايه الظروف. لما تطمن يبقى عندك فارق نقاط كبير ما بينك وما بين الثاني. ها في الحاله دي كابتن هاني بتبقى الفرصه انت كمدير فني عندك اعصابك اهدى وشغلك، ان انت لازم يبقى شغلك في المرحله دي تثبيت تشكيل اللعب بقوه جدا، لانك انت رايح كمان كاس عالم، فعاوز يبقى عندك انت بتحفظ جمل ها للعيبه الاساسيه اللي انت هتعتمد عليهم. مساله ان انا هقعد يعني مساله التجريب، لا انا يعني لا انا اعتقد ولدي قناعات انك انت لازم تلعب بالعناصر الاساسيه عشان تحفظ كمان. طب هتيجي في بطوله افريقيا اللي هتنطلق يوم 12 و13 فبراير مباراه الذهاب مع المريخ هنا في القاهره، هتقول برضو فرصه انك انت تجرب وتشوف. لا لا هو انا بتفق معاك تماما. هي في جزئيه برضو حضرتك لازم يعني اكيد انت ملاحظه ان عمليه تثبيت تشكيل ممكن تكون صعبه شويه في اطار فيروس كورونا، ما بتعرفش مين اللي جاهز مين ممكن يغيب في عمليه التجديد. لكن انا في رايي اتفق معاك تماما ان الموضوع اعتقد المكاسب الفنيه من خلال المباراه اعتقد موسيماني هو الفائز الاكبر. ليه الفائز الاكبر؟ لانه خلاص كان ممكن يكون في دماغه بعض النقاط الفنيه اتضح من خلال تطبيقها في الملعب ان لا مش مجديه دي مش يعني مش هتظهر، وبالتالي خلاص الامور بالنسبه له وضحت بشكل كبير. طيب وجهه نظرك في هاخد رايك في ثلاث لعيبه، بنتكلم على بدر بنون، بنتكلم على كهربا، بنتكلم على وليد سليمان. طبعا قفشه دوره ظاهر جدا والفروق ما بين الشوط الاول والثاني هو اللي عملها قفشه، لكن نبدا ببدر بنون، شفت تالقه ازاي في المباراه؟ لا بص مستواه بتقدم كده، لعيب هادي جدا بيلعب السهله يعني ايه بيعرف يخلصها يعني مش معقدة، وهي الكرة متعتها انه في لعيب كده تلاقي سبحان الله بيدي ملك عنده ملك انه ياخدها من اللي قدامه ويبصيها صح ما بتطلعش من رجله غلط. صحيح. وده بدر بنون بيبقى محتاج من ايمن اشرف التركيز زياده في المباراه. يعني ايمن اشرف في المباراه اللي فاتت ايمن من اللعيبه الحماسيين اللي بيبذلوا جهد كبير جدا مع لا خلاف، لكن بعض الاحيان بيقع في بعض الاخطاء يعني ارتكب كذا خطا في المباراه هو نفسه لازم هو يبص عليهم يعني ايه يتفرج ويشوف نفسه، لكن وجوده مع بدر عاملين شكل يعني ايه واحد هادي والتاني قوي وسريع في الاندفاع فبيخلص لازم يبقى هو ده الموجود ده. يعني كان ايه يعني كان عماد النحاس ووائل جمعه في الباور القوه اللي بيخلص، وفي المعلم اللي هو بيدي بقى باربع عيون بباص يمين وشمال وشايف الملعب وبيتحرك. هتشوف بدر بنون مش دلوقتي بدر بنون مع نهايه يعني الدور الاول ان شاء الله حتى الوصول كاس عالم هيبقى وصل ان شاء الله للمستوى اللي انت اللي الجمهور الاهلي منتظر منه، انه يبقى ده هو ده الورقه احد اوراق الاساسيه اللي اكيد لا تبقى اعتمد عليها موسيماني من الايه انك انت كل شغل والتحفيز بيتم انك تنقل الكوره على الارض، ونقل الكوره عرض من ورا لقدام دي برضه محتاجه جهد محتاجه تركيز شديد جدا محتاج هيبقى في ضغوط عليك المنافسين يبقى عندهم طبعا انه فانت ايه فيبقى فيها شغل. بدر بنون مكسب ان شاء الله يعني ربنا يحافظ عليه ان شاء الله من الاصابات دي يعني اهم حاجه، لك لعيب مميز هيكون له دور في مستقبل الاهلي مش دفاعيا فقط لا ده هجوميا باذن الله. صحيح اتفق معاك لان كان بعض الناس في البدايات بتشكك، لكن كل يوم بصراحه وكل مباراه بيثبت انه لعيب كبير ولعيب مميز عنده خبرات هادي بيطلع الكره بالرجل كويس قوي في اللحظات. حضرتك كمان لما يزيد من سرعته شويه تمام يعني برضه موسيماني اكيد من الحاجات اللي هيزودها عنه سنه السرعه اتفرج عليه لا يعني هيكون حاجه مميزه مختلفه طبعا. نتكلم على كمان هداف الدوري اعتقد لغايه دلوقتي محمود كهربا والشكل اللي بيأديه بعد نزوله في الشوط الثاني هو وليد سليمان. فرصه عمره يا كهربا فرصه عمره يعني انا بقول له فرصه عمره في ظل الناس والحب والكلام ده والاهتمام بجمهور الاهلي والجهاز الفني فرصه عمرك انك تعمل حاجه.
تعمل حاجه وتغير كل الكلام وترد على كل الكلام اللي اتقال عليك والهجوم والتشويه والكلام ده، ان يبقى تركيزك في حاجه واحده في المستطيل الاخضر. انسى اي حاجه بره وحافظ على نفسك، لانك عندك الموهبه والقدرات اللي تاهلك تكون في مكان افضل من كده. لازم يكون عندك طموحات تبقى اساسي في منتخب مصر، لازم يكون عندك طموحات انك انت تقود الاهلي للمرحله دي وتبقى معاه مع الفريق في العناصر دي. عندك كاس عالم ركز ازاي هتعمل، يعني لازم تشتغل على نفسك، لازم تحاول تبعد بقى على التجمعات وعن الشغل، لانه الغيابات متكرر وكورونا والكلام ده لا مش في صالحك، اعملك مشكله. انت عندك موهبه ربنا اداها لك، موجود في افضل نادي في افريقيا، فرصه كبيره انك انت تقود هذا الجيل لمرحله ابعد من كده، تروح تعمله نتيجه في كاس عالم وتقول والاهلي يستحق انه بالجهد والعمل انه يستحق يصل المباراه النهائيه، مش اقل من الرجاء ولا اقل من المازيمبي، لكن لعيب مهم جدا، فايق مركز. اتمنى ان هو يبتعد عن كل المؤثرات الخارجيه، يكون تركيزه في الملعب وهدفه ان هو يعمل حاجه لاسمه تكون يعني بالنسبه له حاجه كبيره جدا، والعوده لمنتخب مصر. وانا شايف ان كهربا على الطريق الصحيح بصراحه، ملتزم وبينزل بيغير شكل الملعب بشكل كويس. نتمنى يبقى ليدر كمان، ليدر شيب داخل الملعب، يكون من الناس اللي تقود اللعيبه الصغيره ويكون ليه دور ايجابي في القياده بجانب طبعا دوره الفني. وليد سليمان ده ريحه الزمن الجميل. طبعا ده اللي فاضل من الجيل الذهبي اللي هم يعني من النجوم بقى، بوتريكا بقى والنحاس وجمعه والحضري والناس، يعني دي الناس وعماد متعب وسيد دي المجموعه من اللعيبه الكبيره، اللعيبه المؤثره اللي نزوله لما يبقى تغيير ونازل اخر 10 دقائق ما بيتكلمش وننزل يجيب جول، يعني برضه لعيب، برضه في ناس ممكن من لعيبه الكبار تاخده ان ازاي ننزل 5 دقائق او مش هنزل، يعني في حاجات كده بتحصل. لكن حب الاهلي والعلاقه الكبيره جدا، ووليد لو جينا حكينا ازاي جه الاهلي والحدوته عشان يعمل ايه وصل للمرحله دي للمستوى ده، يستحق حب الجمهور. اتمنى له يعني مزيد من التوفيق، عنده فرصه السنه دي يعمل يعني موسم هايل. هو راجل يعني برضه ليه دوره خارج الملعب مع اللعيبه، ده طبعًا شيء مهم جدا، دي من الناس اللي هي لازم تبقى موجوده، واللعيبه الصغيره اللي جايه منضم تتعلم منهم، بيقعد يسمع منه يتكلم يوجه نصايح. الدور مش في ملعب وليد، لا ليه دور اكبر من كده. واتمنى له ان شاء الله موسم كبير ان شاء الله النادي السنه دي ان شاء الله، بطوله افريقيا اللي جايه هتبقى يعني ما فيش وقت، خلي بالك طبعا يا وليد يعني كل يوم بيثبت انه لعيب كبير. انت عندك بطوله افريقيا شوف بدا ايه، ده النهايه هيبقى في 5 مايو، ما فيش يعني 3-4 شهور وتخلص. بالظبط بالظبط، فالامور والمشوار مشوار صعب، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. يعني اخيرا اللي مباراه سيراميكا وايليا، انت رايك فيه؟ ما نقدرش نحكم دلوقتي عليه بشكل كبير، لكن ما انا بقول لك كل يعني الهدف كان ايه، عارف انت كل واحد مسك كان مستعجل، هو بزياده هو مستعجل مسكين عاوز يعلم، ها وده طبيعي جدا. لكن يعني ايه اللي المفروض كان حد يعني عاوز يهدي هاد، لانه التانيين برضو مش هيسيبوك براحه، راح كذا مره ما فيش، طب خلاص يبقى ايه انوع واشكل واحد. لكن هو الولد عنده امكانيات، عنده الامكانيات بس بقى عاوز الهدوء، ومش كان لازم يعني شرط ان هيجيب هدف في الماتش الاولاني فعشان اكسب، لا انت هتكسب الثقه بالاداء في الملعب وقد وعمل كذا كوره لكن ما حلفوش فيها التوفيق. لكن لعيب يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون اضافه قويه للاهلي، يحل مشاكل كتير جدا. كميه الفرص الكبيره اللي بتضيع دي برضو محتاجه شغل، محتاجه تدريب، محتاجه تركيز. واكيد يعني موسيماني انت بتشوفه حتى في الفرص ده بيقعد يعمل حاجات بره بيتفاعل معاها، فاعتقد دي هتبقى برضو من الحسابات المهمه جدا. طبعا مع يعني مع محمد شريف، مع عوده مروان ان شاء الله، مع احمد ياسر ريان، مع صلاح محسن، عندك كل العناصر تقدر تساعد انك انت تهدف من اي مكان يا كابتن. ان شاء الله بالتوفيق. قبل ما نسيب مشوار الدوري، وعايزين نتكلم كمان على مباراه يوم الثلاث مع الانتاج الحربي. المباراه تاني الناس بتشوفها على الورق مباراه سهله، لكن في اعتقادي دايما مباراه الانتاج الحربي مع مدير فني قدير زي الكابتن مختار ما بتبقاش الموضوع سهل، لكن يعني شايفها برضو فنيا ازاي، وشايفها على مستوى الاستعدادات كمان. انت داخل على كاس العالم للانديه، عندك السكاوت كبير جدا، تفتكر هيدخل بقى يغير شويه في التشكيل موسيماني في مباراه الانتاج الحربي؟ لا هيدخل، هو هيحاول يدي كل الفرص، بس اعتقد مباراه الانتاج الرساله تبقى تروح له واضحه، لانه برضه الانتاج من الفرق المشاكسه مع الاهلي. السنه اللي فاتت عمل تعادل في مباراه يعني 1-1 لو تفتكر. كابتن مختار مدربين الكبار بيقرا الملعب كويس جدا،
تعرض لظلم فريق في مباراته مع بيراميدز بصوره واضحه، والحكم عمل موقف غريب جدا، استئناف اللعب واللعيبه مصابه على ارض الملعب، وكانه يعني جامل الضيوف. حتى هو كان ليه تصريح بعد المباراه، تصريح يعني مثير عن الروح الرياضيه والكلام ده. لكن مباراه الاهلي والانتاج دايما بتبقى مباراه شد وجذب ومباراه مش سهله. الانتاج بيعاني في جدول الدوري، لعيبه كتير عنده مشيت، الحارس المميز عنده عامر راح سيراميكا، اكتر من لاعب انتقل، قدم كذا لعيب مميز، لكن ده مش هيكون لقمه صيغه للاهلي، هتبقى صعبه جدا. محتاج انك انت زي ما انا بقول لك، محتاج في الحاجات اللي زي في المباريات اللي زي دي لما يكون المدير الفني حافظك وعارفك ويعني قريب جدا، فاعتقد انك انت محتاج انك انت تخلص المباراه. خلص المباراه بقى كده بجرب، يعني لو انت اخرت ما تضمنش الماتش ممكن يقلب في لعبه، في كوره، في زي ما انت شايف حجم الفرص اللي بيضيع وانفرادات بصوره غريبه جدا، ممكن يكون عندك سوء توفيق في اليوم ده فتبقى عندك مشكله. مباراه صعبه، مباراه يعني عاوز اقول لك انه كمان اليوم هيبقى طويل، يومها في مباريات خمسه وقبلها ساعتين ونص، ومباراه الاهلي هتبقى سبعه ونص، فاعتقد انه محتاجه تركيز انك انت تخلص مباراه الانتاج الحربي، لان المباراه من المباريات اللي الاهلي بيعاني فيها كتير جدا. طيب نسيب مشوار الدوري ونروح للبطولة الأفريقية، والقرعة كانت طبعا في مركز الكاف أو في الكاف هنا في القاهرة، قرعة أبطال أفريقيا أبطال الدوري. شفت القرعة إزاي والفرق أو مجموعة النادي الأهلي اللي فيها طبعا المريخ السوداني، وتكلم على سيمبا، وتتكلم على كمان الفريق الثالث، بنتكلم على فيتا كلوب طبعا. يعني شايف المجموعه دي ازاي وفرص النادي الاهلي؟ انا ضد كل الكلام بتاع ان بامانه شديده مش المجموعه مش سهله. طب انت اول ما يعني انت اكيد شفت يعني شفت القرعه، يعني المباريات مش يعني مش صعبه جدا ومش سهله، لان المنافسين برضو عندهم طموح، وانت لعبت معاهم، واحنا لينا تجارب مع سيمبا، يعني كسبناه هنا وكسبنا هو هناك، مظبوط، وانت تتوقع كسبنا 2-0 صحيح. ماشي. فيتا كلوب مدرب بتاعه يعني مدرب عارف وصديق موسيماني، وعارفين بعض وحافظين برضو من الانديه اللي بتنافس مازيمبي، وليه يعني نادي شرس على ملعبه، وبرضه يمتلك مجموعه من اللعيبه المميزين. المريخ اللي راجع بعد 3 سنين للمشاركه في دوري الابطال، برضه من الانديه الكبيره اللي لها باع في افريقيا، مهم جدا بقى عنده، خاصه المباراه اللي في السودان مباراه يعني عاوز اقول لك ايه، لم يعد هناك في الكوره مباراه سهله ومباراه صعبه، او مجموعه، او البعض يحاول يسوق ان انا في مجموعتي صعبه جدا وقاتله، وان انا مش عارف ايه عشان اقول انه التاني بيلعب اي فرق. الكلام ده يا جماعه اللي وصل دول ابطال الدوري في بلادهم، مش ابطال كاس مصر، دول ابطال الدوري في كل ده، كل واحد فيهم ممثل يا بطل الدوري يا اما الوصيف، يعني واحد واثنين، فدول الاقوى والافضل، دول افضل 16 فريق في افريقيا استطاعوا ان هم يصلوا في البطوله دي. فاعتقد انه الحسابات عمرها ما بتكون بالاسماء، الحسابات بتكون بالمباريات، بالتوقيت، المباراه حالتك ايه، ممكن يوم المباراه تخسر وتخسر المباراه الثانيه وتخسر المباراه الثالثه وتخرج من البطوله. كل فرقه ما عادش هناك خلاص صغير وكبير في افريقيا، خلاص ده الاسماك الصغيره بتاكل الكبيره دلوقتي. انت عندك المشهد كبيرة. لا المشهد لا مختلف، افريقيا خلاص يعني اتغير بصوره كبيره جدا، واعتقد المستقبل هيقول لك انه في انديه هتاخد بطوله دوري الابطال غير الاهلي والزمالك والوداد والترجي، وفي ناس هتطلع، في تطور، في اهتمام. لاحظ انه مثلا رئيسه سيمبا سيده، رئيسه فيتا كلوب برضو سيده على فكره، ماشي. مريخ يبقى وضع، يعني عايز اقول لك ايه، يعني برضو دي من الحاجات الجديده ما كانتش موجوده في افريقيا انه السيده تراس نادي. أيه. دي كلام، فبرضو الناس دي بيبقى عندهم طموح انهم يعملوا حاجه. كمان الانديه دي تبع شركات بترول او شركات في استثمار، في شغل، في انفاق، في يعني ايه الاحساس بانك تصل للعالميه وكاس العالم للانديه، برضو ده طموح بيزيد عند الانديه دي. لكن الحديث عن انه مجموعه فلان سهله ومجموعه فلان صعبه، يا جماعه لا، ما بتبقاش الحسابات كده. الحسابات بتبقى انك انت في ادائك في المباراه، هل استطعت انك تفوز على الانديه دي؟ الفريق اللي يستطيع انه يفوز ويحقق الفوز خارج ملعبه هم من سيضمن الصعود والتاهل براحه، لكن اذا لم تحقق النتائج ايجابيه خارج ملعبك هتعاني. وفلسفه الفوز خارج الملعب هي دي بتدعم البطل، هو اللي بيسعى لها لانه بيبقى عنده طموح ان هو يفوز بالبطوله. اعتقد النادي الاهلي يمكن يعني يمكن بعد غياب طويل من الفوز خارج الارض، لكن فوزه على الوداد في النسخه الماضيه خلاص بقى النادي الاهلي تمام. لكن افتقدها بعد انت الفتره بالزبط. اللي انت تراك دي يعني بص اثرت وعملت ايه؟ عملت مشكله عند ايه الفتره اللي هي 7 سنين، المجموعه الموجوده ما قدرتش تكسر الجزئيه دي. لما كسرتها وبتاع بقى خلاص، دلوقتي انت دلوقتي خلاص تحطيت رجل وعديت مرحله
خلاص كنت ايه حاله من الخوف خلاص بقى عندك ثقه بقى انت شخصيه البطل بدات تتضح فهيبقى الوضع مختلف في البطوله اللي جايه هتبقى بطوله صعبه جدا نظرا لضيق الوقت والتسارع برضو دي دلوقتي انت المشوار مش يعني المسافات مش بعيده مش بعيده على مباريات سريعه جدا فاوقات يعني ضيقه كمان موسم مرهق منافسات محليه صح. منتخب انديه فاعتقد الامر هيبقى مش بقيمه المجموعه بقدر ما قيمه انك انت هتستطيع تفوز ولا لا حتى لو كان ممكن فريق ضعيف انت شايفه ضعيف في الكوره مفيش حاجه اسمها ضعيف ممكن يفاجئك على ملعبه ويخسرك لانه ظروف المباراه والتحكيم وما تعرفش كوره هنا وكوره هناك لا المساله ما بتحسمش بشكل جميع لان برضو الفرق الموجوده هنا فرق مميزه ويبقى عندها طموح الفرق في باقي المجموعات هتبقى برضو مميزه وعندها طموح والمفاجات وارده والنتائج الكبيره هتبقى وارده برضو ومن خلال اعتقد السكواد للنادي الاهلي والخلاص النادي الاهلي اعتقد عنده اكتر من 2-3 لعيبه في كل مركز وده كان حريص عليه مجلس النادي الاهلي انه يوسع القاعده شويه ويبقى عندك يعني عندك لعيبه كتيره في مراكز يعني ما طبعا لعبوا اثنين عندك بطولات كبيره جدا طبعا حضرتك شايف ايه المركز ان ممكن يعني خاصه هنتكلم على كاس العالم للانديه شايف ان النادي الاهلي بيفكر انه يدعم في المركز ده قبل كاس العالم للانديه ولا النادي الاهلي مكتفي بالمجموعه اللي معاه لا اعتقد في دي يعني بص اعتقد ان الوقت خلاص يا كابتن يعني ما فيش انت عندك وقت دلوقتي تدور على انت بذلت جهد يمكن مع صفقه سيرين ووقفت لاسباب يعني مفهومه ويعني اسميها استغلال عاوز احقق بقى المكسب مش هقول مين دخل ومين ما دخل لا يعني ان اي نادي شايف انك انت لعيب لكن انا لو جيت اتكلمت عن جوزيه سيرينو وانه كلاعب كبير جدا في صن داونز طب ما يعني ما ده يخليك يجرك انك انت ما تفكر لو انت شايف محتاج ما تفكر تبص على كره امريكا اللاتينيه يعني ممكن تكلم حد يدور لك على حاجه يعني مثلا افرض خلاص سيرينو خلاص مش هيفرط في صن داونز خلاص انتهى المساله هل هنقف عنده؟ لا يعني يبقى انت عندك كان المفروض عندك واحد واثنين وثلاثه عندك في عندك واحد واثنين وثلاثه وتدور على مدارس مختلفه ناس مختلفه لازم يبقى عندك فكر في انك انت تدور على حد يعمل لك نقله ويعمل لك اضافه مش هو خلاص 29 سنه يعني لو لعب سنه سنتين تاني او لعب ثلاث سنين مش مختلف لكن انت كنادي اهلي بحجمك الكبير ده وسمعتك والكلام ده يستحق انك انت يبقى عندك بدائل اخرى توفر لك انك انت تدور على الافضل بمجال اوسع لو انت عايز يعني فكر مدرسه امريكا الجنوبيه لان امريكا الجنوبيه بيكون فيها لعيبه مميزه وخلي بالك الارقام ما بتكونش عاليه وخاصه لو ما بيلعبش منتخب انا بقول لحضرتك يعني انت في ايه في منتخب بلد ايوه يعني دع افريقيا دلوقتي خلاص افريقيا العين عليها دور هناك ممكن تلاقي حاجه تعمل لك نقله يعني فما اعتقدش الظرف الوقت ده هيبقى الاهلي هيدور على حد انت خلاص القايمه المحترفين قفلت يعني انت دلوقتي بتحل مشكله جيرالدو وبتحاول تريح الامور وباجي اديك انت عملت اعاره مثلا في تركيا هتمشي من تاني عوده اجيه مهمه جدا لازم التركيز على اعاده اللاعب ده من اللعيبه المهمين أجيب. جدا طبعا اجيه من اللعيبه المهمين جدا ولعيبه الاضافه ويحل لك مشاكل كتير جدا ووجوده في فرقه الاهلي مع علي معلول بيعمل نقله مهمه جدا انت دلوقتي عندك العنصر واثنين وثلاثه صحيح لما يبقى عندك اجاي موجود مع علي معلول ادي جابها وجابها ثانيه محتاج حسين الشحات نفسه يرجع نفسه شويه كده في المرحله دي يركز اكتر يركز اكتر من كده لا يعني ما يبقاش تفكير واثنين المرحله لا المرحله مش هتتحمل لا انت لازم تكون موجودين لما تروح كاس العالم للانديه انت مش راح تتفسح لازم يكون عندك هدف وتوقع المفاجآت وشوف المنافسين اللي هيلعبوك والقرعه يوم 19 وشوف مين انت هترتبها هيبقى عامل ايه يعني هيبقى في دراسه وفي شغل وفي عمل بالاجل تحقيق هدف فاعتقد انه لا يعني الاهلي قادر ان هو يعمل شكل من مجموعه العناصر دي لو لا بشرط التركيز وتصحيح الاخطاء والتعلم والتركيز في الملعب شغلانتك في الملعب مش شغلانتك في اي حاجه ثانيه وعندك كل الامكانيات بتاهلك انك انت تزيد لازم النسق يرتفع اكتر من كده ولازم الشغل الجماعي يبقى اقوى من كده ولازم الالتحامات والقوه والتركيز يكون اعلى من كده وده استعداد لكاس العالم للانديه والبطوله الجايه سريعا ما عندكش مجال هتستعد منه كاس العالم غير المسابقه المحليه بتاعتك المحليه بتتكلم على مسابقه وانا في اعتقادي كل
أمانة الدوري بادئ بشكل جيد، الدوري المصري على المستوى الفني على المستوى البدني لا بأس به، في فرق عاملة نتائج كويسة. يعني خلينا نتكلم ان ده هيساعد كمان ان الجزء الفني والجزء البدني يكون عامل مهم جدا، لكن على مستوى كاس عالم للأندية هتقابل مدارس مختلفة، هتقابل ظروف مختلفة، هتقابل يعني فرق بتلعب كرة مختلفة شوية. شايف ان شاء الله النادي الاهلي قادر يوصل لفين في كاس العالم؟ اقدر يعني مش عاوز اقول ان احنا نتكلم غير لما نشوف القرعة، يعني صحيح. ترتيب القرعة برضه هيحدد لك يوم 19 هيبقى ايه قدامك، انت عارف مين هتقابل مين لو خسرت مين. الاهلي في التجربة الاولانية في 2005 خرج من يعني خرج من الدور الاول، ما كملش. ليه؟ ما كانش في الخبره بتاعت اليابان وفرق التوقيت وبتاع والاستعداد، ما كانش الاستعداد كافي. بعد كده لما جيت البطوله اللي بعدها في 2006 عملت بقى يعني انجاز مهم اللي هو ثالث العالم، وكان ممكن تروح لاكثر من ثالث العالم لو كان في نوع من التركيز الاول، بس يعني بعض الاخطاء برضو مع فرق الكوره والسرعه والقوه يعني والجيل الكبير ده. لكن بعد كده طبعا لما حصل بقى ومازيمبي عمل نتيجه كبيره جدا في 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 دوره الامارات الشقيقه ووصل للمباراه النهائيه، لما العين كمان وصل كمان في البتاع، لما الرجاء في 2014 برضو وصل برضو للمباراه النهائيه. الاهلي مش قال الاهلي يستطيع ان هو يصل للمباراه النهائيه ويحقق نتيجه كبيره جدا، لكن ده مش هيجي بالكلام، ده هيجي بشغل. واكيد موسيماني عارف كده، واكيد هو موسيماني عاوز يوصل وعاوز يعمل حاجه، بس طبعا ده مش هي يعني مش هيكون يعني مش في يومين وثلاثه واربعه، يعني مش لازم مزيد من التركيز، مزيد من الـ يعني عاوز اقول لك ايه، كل لاعب يبقى عارف لما بيطلع الكره بيطلعها بتحرك، القوه، السرعه، الانطلاق، يعني دي كل دي الحاجات دي اكيد هتبقى في المرحله الجايه اكيد. انا بمستوى بص بمستوى افضل، يعني يبدا الاداء والنسق والريتم يعلى شويه يعلى شويه، واعتقد انه مباريات الدوري هي خير وافضل اعداد وتجهيز لكل العناصر قبل انطلاق المباراه، وفرصه جيده جدا ان مباراه الدوري على مستوى اعتقد لا لا كويس. لا في فرق مستوى في فرق يعني بتاخد وتدي لازم لازم الملعب. لا وده شيء كويس يعني ده لازم لا لازم حلو قوي انه لازم عشان تتعلم هتتعلم من الاخطاء ازاي يعني انت كفريق لما تعرضش لفرق منافسه قويه صحيح بتجيبها مظبوط بتبذل مجهود وتطلع افضل معاك مش هتروح انت مش هتعلى كمان مش هتعلى انت هتبقى انت لا لازم تشعر انه لما المنافس اللي معاك قوي ولازم انت تعرف مفيش مباراه سهله خلاص انتهى مساله المباراه سهله خلاص. وانا باكد كلام حضرتك، وخاصه كمان خلينا نتكلم بكل امانه حتى مباراه النادي طلع الجيش والزمالك، الزمالك قدم مباراه جيده جدا على المستوى الفني والبدني، وده كمان لازم يكون في الحسبان ان احنا لا في منافسين اقوياء ظاهرين. نادي الزمالك بيأدي بشكل كويس، عندك سيراميكا، عندك بيراميدز، عندك مجموعه من الفرق اللي بتقدم مستوى جيد، وانا في اعتقادي ان ده هيكون سبب رئيسي ان النادي الاهلي يحافظ على مستواه ويعلى بمستواه ان شاء الله للوصول لاعلى فورمه في كاس العالم للانديه ان شاء الله، فده مهم جدا يعني. لا الزمالك قدم مباراه طبعا، وده خلي بالك ده اضافه للمسابقه، انت مش عاوز مسابقه من طرف ده اللي واحد بتكلم عليه. لا انت لما عندك انت لازم يبقى عندك ساعتك انه يبقى في مباراه فيها ثلاث اربع منافسين، ده بيصب في مصلحتك ده يعني طبعا. والفرق لما يكون الفرق تباعده ثلاث نقاط اربع خمس نقاط ست نقاط غايه المنافسه ده بيبقى شكل وخلي اللعيبه دايما مركزه واللعيبه والجهاز الفني دايما مركزين على اعلى مستوى. طيب هنروح لملف ثاني يا استاذ محمود، واللي كنا بنتكلم يمكن هنا في البيت الكبير مع حضرتك ومع السادة الضيوف على انتخابات الاتحاد الكورة، وكان كل الحلم اللي هو تنظيم رابطة الأندية المحترفة. يمكن ان امبارح الأستاذ أحمد مجاهد كان قال أو كان بعد بيقول أنا بعت للأندية عشان تبعت مرشحين لرابطة الأندية، وكان آخر ميعاد يوم 10 يناير وللأسف ما استجابتش الانديه للدوري فتاجل الموضوع وهيحددوا معاد تاني. هل لما بنتكلم على رابطه الانديه المحترفه وبنقول كان اللوم على اتحاد الكوره انه ما بيبعدش دلوقتي، هو يعني كابتن احمد مجاهد رمى الكوره في ملعب الانديه فقال لهم ابعتوا مرشحين فالناس ما بعتتش، فبالتالي الامور ممكن تتاجل بشكل او باخر؟ خلاص هي كده لا يعني هيرموا بقى خلاص، يعني احنا هننسى الرابطه دلوقتي ويعني خلينا دلوقتي نكمل في الموسم، لانه يعني مساله يعني ايه ابعت مرشح من عندك؟ يعني ايه هو الشكل والهدف من رابطه الانديه المحترفه؟
ان انا هجيب من كل نادي واحد، ولا اتحاد الكوره ها، ولا الجمعيه العموميه او مجموعه ال 18 نادي بيرشحوا مثلا المجلس تكوينه مثلا 7 ولا 9 ولا 8، 7 تشكيله يبقى من اتحاد الكوره 2، من الانديه 5 وفي رئيس. الناس دي هتشتغل بمقابل، ولا الناس دي هيتم انتخابها وتتحاسب وتبقى بقى حسب التقسيمه يعني، ولا يعني ايه الهدف؟ الهدف انك انت لما تيجي تكلمني على رابطه المدرب، يعني انت مش بتتكلم على الموسم ده، رابطه الانديه المحترفه يعني فصل الدوري بمسابقاته بكل حاجه بعيد عن اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ده بقى شغل منتخبات كاس مصر فقط. هل ده هيتم السنه دي؟ ما البطوله انطلقت وخلاص. انت المفروض، وزي ما احنا قلنا انه لحب كان اللي اتحط فيها انه بدء انشاء للمسابقه دي ولا المسابقه الجايه؟ برضه مش مفهوم يا كابتن هاني. طب اختيار المجلس بيبقى شكله ازاي؟ يعني ايه اللائحه محطوط ايه تفصيل؟ عايزين ناخد خطوه يا استاذ محمود، عايزين ناخد خطوه ان احنا نعمل حاجه. فاحنا كل سنه طب الانديه ما تبعتش، كل سنه عامل انت رابطه الانديه ما لهاش دور. انت لا بس يعني خلينا شكل واحد كرسه عايزين نعمل الشام. عايزين نعمل شكل احترافي رابطه انديه محترفه زيها زي الدوري الانجليزي زي الدوري الالماني. ماشي، من امتى يا فندم؟ بعد المسابقه انطلقت ولا هتعملها في الدور الثاني ولا ايه؟ انا عاوز افهم. ايوه، ما هو لازم نحط معايير ونحط هنبدا يعني لما هنبدأ حضرتك انت يا فندم انتخبت انت الرابطه دول هتسلمهم الدوري؟ اه طبعا. مش هيحصل يا فندم. ليه؟ مش هيحصل يا كابتن هاني والله. الله، هيبقى شكل كده موجود وخلاص. يعني اللي انا عايز اقول لك ايه؟ انت محتاج تجيب اول رئيس للرابطه تتفق عليه الانديه، مش بس تقول لي رشح لي واحد. لا، انت بس هم مش 7 ومن هو من جوه هيختاروا الرئيس. ماشي، رشح واحد وجهه نظري حد اداري، يعني حد اداري ويكون كمان محايد بعيد عن الاهلي والزمالك عشان يطلع من الدايره دي. خلاص، مين اللي هيختارهم؟ ال 18 ولا اتحاد الكوره؟ لا، المفروض ال 18 اللي هيختاروا. ال 18 مظبوط. خلاص، طب هل انت دعيت بتقول ان انا بعت لل 18 بقول لهم رشحوا لي؟ لا يا فندم، انت تبعت تجيب الرؤساء ال 18 نادي وتقعد معاهم وتخلص الموضوع في قاعده مش بالورق. يعني تعالوا مين يا جماعه؟ احنا هنعمل كذا وترتيباتها 1 2 3 4. خلاص، عاوزين في الاجتماع ده مش هنطلع النهارده او الاجتماع الاولي وبعد بكره اجتماع تاني، عاوزين نرشح، هنرشح 7، 7 دول هيبقوا ممثلين لكذا، وهيبقى الناس دي هتاخد مرتبات كذا عشان هي المسؤوله، وهيبقى عندنا لجنه حكام منفصله ما لهاش علاقه، عندنا لجنه مسابقات، مش بص يا ريس، عندنا لجنه ملاعب، كل الحاجات دي تبقى ايه؟ تطوير للمسابقه. طب هتبدا تطبيق الكلام ده فين؟ وهيتم تسليم المسابقه ليهم رسميا، واتحاد الكره مش هيبقى له علاقه بالكلام ده. من امتى؟ من السنه دي ولا من الدور الثاني ولا يعني انا في اعتقادي اول ما الرابطه تتم ويبقى في رابطه عندنا بتسلم المهام الخاصه بالرابطه، لان هي جايه عشان كده. ده المفروض، ده جاي عشان ده كده. ده المفروض يا فندم، ده ايه؟ ده المفروض الحاجه الاساسيه. وبعد كده اتحاد الكوره بيبقى دوره ايه؟ زي في كل دول العالم اللي بتطبق الكلام ده، ملوش دعوه بالدوري. خلاص، الدوري بقى له ايه؟ هيئه مستقله هي اللي بتدير، وهي اللي تتحاسب وتطور مسابقتها ازاي وتنجحها، ويبقى عندها دخل تسويق كبير جدا بيضخ في مين؟ في تطوير اللعب. الجزء بتاع الانديه المحترفه بتاخد، بعد كده في جزء بيتوزع على قطاعات الناشئين وتدعيم الانديه الفقيره يعني عارف انت ده شغل بقى ايه؟ جدا ده شغل كبير جدا. ما انا بقول لك الكلام ده ما ينفعش تقول لي انا بعت جواب قلت يا فلان رشح لي حد من عندك. يا فندم رشح لك ازاي؟ ده الناس دول المفروض يجوا اللي هيتم اختيارهم من ال 18 قاعدين يتفقوا على اختيار 7 ومنهم 2 اعضاء مجلس اداره من الاتحاد، هيبقوا ممثلين اتحاد الكره فين؟ في الرابطه. في الرابطه اعتقد 7 و2 9 او 5 و2 يبقوا 7 يعني، ورئيس. الكلام ده ما بيتمش بالمراسلات، لا، ده انت تجيب ال 18 نادي رؤساء الانديه او من يمثل وصاحب القرار وتقعدوا مع بعض وتتفقوا على شكل واخترنا فلان يا جماعه، عملنا انتخاب وتم اختيار. طب الناس دي اللي هتدير كده محبه، ولا الناس دي شغل احترافي مسؤول هتتقاضى رواتب عشان تحقق افضل ويحصل نوع من التفرغ بالهدف والتجويد، والناس عندها ثقه وعندها مجموعات عمل ويبقى شغله الكلام ده. لو انت هتمشيها بالحب بلاش، يبقى ما فيش حاجه اسمها رابطه الانديه المحترفه. لازم تمشي وتعمل نقله بشكل كامل بعنصر. انا اخترت كابتن هاني دلوقتي، اتفضل يا كابتن هاني قول لي تصورك اللي انت ده تطوير مسابقة. يعني حضرتك بتقول ان يعني ده مؤجله لانتخابات الاتحاد الكوره، يعني بعد ما يجي اتحاد الكوره المفروض بعد ما يجي اتحاد الكوره منتخب يتم حسم المساله. يتم حسم المساله لكن دلوقتي بس تقول ان انا هعمل وايه والكلام ده، يبدا التجهيز واختيار الناس دي. خلاص، انهم هيتولوا من السنه الجايه يا كابتن هاني. خلاص
هم يعمل التصور الدوري بشكل هو اللي يدير كل حاجه. يعني من وجهه نظر حضرتك ان بيتم مناقشه هذا الملف المفروض من خلال المسابقه اللي جايه ان شاء الله من خلال اتحاد الكره المنتخب السنه دي بيتم يعني بيتم وضع هذا الملف لمده سنه، بيتم كل الدراسه اللي فيه بالاشخاص بالشكل العام هيتم بانهي شكل ويبدا مهامه من الموسم اللي جاي. المسابقه يعمل بقى يورينا بقى اللي هيديروا دول هيعملوا ايه، خلاص يبقى عارفين ان هم هيتحاسبوا، مش مساله انك انت خلاص يا عم انت قعدت هنا، لا ده في ناس هتراقبك برضه، في ناس هتراقب وده يبقى هدف. يعني انت ايه، انت اتحاد الكوره سيبك من الدوري بقى، ركز على حاجه اكتر من الدوري، انك انت تطور الكوره نفسها في بلدك في قطاعاتك الناشئين المختلفه في مستوى الجمهوريه، مش تركيزك هنا على القاهره والحاجات اللي خش بقى على الاقاليم وسع الدايره وكبر عشان تطلع مواهب. ما هو لما تيجي ما انت اللي هتكبر وطلع. يعني عايز اقول لك ايه، ما هي مهام اتحاد الكره اعتقد كمان اعتقد مهمه جدا، لانها هي اللي بتبني القاعده وهي اللي بتهتم. مش وخلينا نتكلم في ملف وكمان مهم جدا، مش بس الاهتمام باكتشاف المواهب الولاد وبتبني قاعده، لكن تطوير المدربين. يا استاذ محمود تطوير المدربين ده شيء مهم جدا، انك انت كاتحاد الكره، وده اللي بيقوم به الاتحاد الالماني حاليا، ان هو عنده يعني عنده ملف تطوير المدربين الالمان. وانت شفت يمكن بنشوف في الدوري الالماني مدربين عندهم 32 سنه و33 سنه خلاص. فالملف ده مش يعني ملف مهم جدا الناس مش شايفاه للاسف. ايوه شفت انت بتقول ايه، انت ده الهدف الاساسي بتاعك، سيبك بقى من الدوري خلاص، خليها مسابقه وبيديرها ناس هم بقى المسؤولين. انت كاتحاد كوره بخد نقله ثانيه خالص وروح في حته ثانيه عشان انت تطلع بقى توسع وتكبر وتزيد، لانه كل ده بيصب في الان في صالح مين، منتخبات وانديه وبتروح كل ما تتواجد الكوره المصريه في محفل دوري. ده بياكد على نجاح اتحاد الكوره، مش نجاح شخص، نجاح في منظومه ناجحه. انت لما يروح الاهلي كاس عام للانديه السنه دي، وروح نادي الزمالك كاس عام للانديه السنه اللي بعديها، وروح نادي الاسماعيلي ياخد بطوله عربيه، وروح نادي مش عارف مين ياخد مش عارف. يعني عاوز اقول لك ايه، في 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 هيبقى في شكل، ده دليل عليه، في مسابقه، في مسابقه قويه بتقدر. هو منتخب مصر لما سيطر ثلاث يعني دورات متتاليه كان فاضل، كان بفضل مسابقه دوري قويه جدا جدا وتالق اهلاوي على الصعيد الافريقي، ويدى العناصر واضحه وملامح ومواهب يعني. فانت هنا هتقدر تقول لي تعالى نعمل، ما كانت معموله رابطه الانديه، وكان رئيس اخر رئيس ليها المهندس محمود الشامي، كان ايه دور الراجل؟ ما فيش موجوده وخلاص، اسماء ما كانش ليه صلاحيه، ما فيش صلاحيات يا فندم، وما عندوش كمان يعني لازم لو في قرار لازم يرجع لرئيس الاتحاد. دي مش الكعكه، ده دي التورته. ها ما دي لو اتسحبت، انا بقول لك اهو، لو اتسحبت ده هيكون اصعب قرار على القائمين على اتحاد الكوره، ان هم يفرطوا اقامه الرابطه، الرابطه وتنفصل بمسابقه الدوري وكل ملاحيها وتطلع بره. تفتكر لما في هيكون في يعني هيحط بعض العراقيل او هيحط ايه العراقيل محطوطه خيل محطوطه من دلوقتي مش محتاجه. ما انا بقول لك، طب ما هو لغايه امتى، ما انا بقول لك لغايه امتى. هنا هي بقى دور الانديه، هنا دور الانديه، انت لازم الانديه تبقى الكبيره قوية، لازم الانديه الكبيره من الصحيح يبقى عندهم ايه، عارفين ان مصلحتهم ان هم يبقى عندهم هم اللي بيديروا مسابقتهم، هم جمعيه، هم الجمعيه العموميه، هم الاقوى بالظبط، هم الاقوى، لانه نجاح البطوله دي ممكن تبقى تروح في حته تانية اكبر كده. تستحق في 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 جمله المبالغ الضخمه. انت لما تيجي تحط ترتيبنا في الدوريات، ترتيبنا في الدوريات العربيه في المبالغ الرهيبه اللي هي ال 50 مليون وال 100 مليون دي، في العقود بتاعت اللعيبه كبيره جدا طبعا، شيء مبالغ جدا في بطوله. طب معلش ما فيش جمهور عشان الظروف، الاداء يعني البدايه السنه دي، يمكن السنه دي بدايه قويه جدا، ده حقيقي بامانه، يعني بامانه شديده وواضحه. عاوزين نكمل، عاوزين اللي بيدير يفكر ازاي يرجع الجمهور تدريجيا. يعني ايه، ما انت اللي جايبه ده مش جايبه يقعد على كرسي، ده جاي يقدم لي خريطه وبيقول لي انا هعمل لك واحد مظبوط، اثنين في اول سنه، انا هعمل لك واحد واثنين، اهم حاجه في السنه الجايه، اول سنه، في السنه الجايه انا هطور لك نقلتين، هعمل كذا، السنه الثالثه انا هوصلك لمرحله تروح في الحته الفلانيه. يبقى انت ايه، عملت شكل، عملت شكل بيه ببطوله قويه و18 نادي قوي، ممكن تنزلهم ل 16 وارد. يعني ممكن تنزلهم عشان أيوة تعرف طبعا تنزلهم، هم لازم ينزلوا 16 عشان اقوي، يعني هم لازم ينزلوا 16 وتعمل ايه، ويبقى عندك بقى علاقات بقى مرتبط بره، واجيب العب بقى كاس ايطاليا عندي مباراه نهائيه، كاس انجلترا تعالوا العبوا عندي في مصر، السوبر مش عارف إيطالي. سوبر هنا تعالوا العبوا مش عارف، نروح نلعب هناك. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني نواحي التسويقيه لازم يكون ده الشغل بقى،
ده الشغل بقى يعني بطور وبروح وبجيب لعيبه، وانا كاتحادي كوره اجيب مدربين على مستوى يعلموني واجيب ناس تطور لي وابص بره وابعت ناس بره واصرف عليه يعني، واطور منظومه التحكيم واجيب حكام كبار من بره اقول لهم اتفضلوا وروني هتعمل ايه. انا هجيب انا كرئيس رابطه هجيب رئيس لجنه حكام اجنبي ومعاه ناس اقول له تعال علمني، يقول لي يا عم عاوز اطور لعب. اختيار الحكام بيتم ازاي والتقييم والكلام ده والتعليم بالبروتوكول الحكامنا والكاميرات اللي ناقصه في الملعب عشان الحكم الفار يقدر يشوف صح كل دوت. بقول لحضرتك كل دي لازم تجيب ناس بقى انت هنا ايه تطور، لكن المساله اعتقد صعبه ومش هياخد الخطوه دي ويجبر اتحاد الكره عليها سوى انديه الدوري الممتاز. واعتقد ده في صالح الانديه، في صالح اللعبه يعني مش في صالح اشخاص. وخلي بالك كمان انا في اعتقادي ده في صالح الانديه ما بين قوسين الانديه الصغيره مش الانديه الكبيره. الانديه الكبيره ما شاء الله احنا النادي الاهلي مسوقين بشكل كويس وعندنا يعني، لكن لما تبص للانديه اللي تحت لا ده هيكون في دخله مثلا البث التلفزيوني لازم يتحسن بشكل معين. في فكره عايز اناقشها مع حضرتك ويمكن كانت اتعرضت من 4-5 سنين من ضمن الحاجات الاحترافيه بمعنى يعني الاحتراف او التسويق او الماركتنج في كره القدم عمليه التشفيط. هل من الممكن ان رابطه الانديه عشان يبقى العائد كبير جدا للدوري المصري انه يتشفر لبعض الدول العربيه او يتشفر اجزاء منه في مصر يبقى الموضوع البي تي في، ولا انت شايف الموضوع دوت مختلف ظروفه مختلفه في مصر شويه بالنسبه لي؟ يعني المواطن المصري هيبقى صعب انك تتشفر يعني بسبب الظروف، وانه دي الفاكهه اللي قاعد الناس اللي قاعده في البيت او بيرجع من الشغل بيقعد منتظر ماتش الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، صعب جدا انك انت تعمله. لكن ممكن يبقى لها حاجات تانية يعني ممكن تفكر في حاجات برضه تجيب حاجات فلوس. ممكن حاجات يعني تجيب تعمل برضه شغل كمان انت لما النسق بتاعك يرتفع وتبقى اللي بيدير البطوله بعامل شكل والجمهور يرجع الحياه ترجع مستوى هيبقى مختلف خالص. التصوير يا كابتن كاميرات التصوير طبعاً. انت شفت يعني مع كامل احترامي ملعب مثلا مباراه المحله والجونه تحس انه الملعب محتاج اضاءه يعني الملعب ناقص يعني المحله من الفرق اللي يعني لازم اداره النادي ولازم الاتحاد الكره يتابع يا جماعه لا الاضاءه ضعيفه التصوير يعني يكاد ممكن الكره تشوفها بصعوبه الناس قاعده تتفرج يقول لك ايه يا عم في ايه يعني عايز اقول لك محتاج تطوير محتاج شكل محتاج التصوير يعني مش عاوز اقارن التصوير بدوريات عربيه هتبقى مشكله. اصل نقطه مهمه لان التصوير انت لما تيجي هتسوق المنتج بتاعك وبتقدمه رايح تقدم المنتج دوت لمثلا بين سبورت او قناه دبي الرياضيه او وتشوف هذا المنتج بهذا العيب التقني في التصوير فانت المنتج بتاعك سعره هيقل. لا طبعا فانت لازم توصل لاعلى درجات الاحترافيه. ده كله ده بيجي من بيجي بقى ما انت مع الشغل بقى مع ارتفاع بقى وتسويق يجي لك بقى الافضل وتختار وتعرض وتناقش. واحنا عندنا الامكانيات البشريه اللي تاهلنا ان احنا نوصل لمرحله ابعد من كده. ما انت لازم تجيب ايه يا جماعه احنا هنطور عاوزين التصوير عاوزين كاست محترف في الكوره متخصص يروح يشوف ويبص ويقول لنا اعمل ايه محتاجين ايه عشان نوصل للناس اللي احنا بنتفرج عليهم في عاده اللعبه والبتاع والكلام بدل ما كل شويه دماغنا موجوعه مش عارف ايه اصل. ولازم الناس اللي تم اختيارها دي تخرج من دايره بنتمي لفلان وعلان لانه دي مستقبل يعني مسابقه نجاحها بالغلطه بتضر بسمعتها فخلاص انتهي الكلام ده كله سواسيه مفيش حاجه والافضل هو اللي يفوز ويكسب واللي عنده امكانيات وقدرات هو اللي يشيل. لكن لازم يبقى كل المنظومه يبقى في ضمير ضمير صاحي والهدف هو نجاح البطوله المسابقه الكره في مصر تستحق انها تروح في مكان افضل من كده يعني انت عندك كميه جمله ملاعب اكثر من رائعه الملاعب دي هتبقى اروع عند ايه بقى عوده بقى المشجع صحيح. انت عندك الامكانيات تراجع المشجع عندك الامكانيات ان شاء الله بعد تجاوز جائحه كورونا ان شاء الله بعد جائحه كورونا ان شاء الله احنا قادرين إن شاء الله. في تفاصيل ثانيه ويمكن هنكمل ملف تطوير الكره المصريه من وجهه نظر حضرتك لكن نروح لفاصل وبعد الفاصل مع الناقد الكبير محمود صدر. بجدد الترحيب بحضراتكم والناقد الكبير استاذ محمود صبري برحب بيك مره ثانيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم على رؤيتك وعلى طموحاتك بالنسبه للكره المصريه والدوري المصري بشكل خاص من خلال رابطه الانديه المحترفه.
خلينا نتكلم لو الأندية دي موجودة وتم تنسيقها بالشكل اللي حضرتك قلت عليه شكل احترافي، إن دي مجموعة مهتمة بالدوري المصري، إيه الأول ثلاث ملفات حضرتك هتكتب عنهم إن ده هو ده المطلوب إصلاحه في الكرة المصرية من خلال هذه الرابطة؟ أعتقد الملف الأولاني بالنسبة لي إن هي مسألة التحكيم. التحكيم ملف جدا. التحكيم ملف هو عمود فقري بالنسبة لكرة المحترفين، لأنه الحكم هو الأساس في إدارة اللعبة. إذا توفر العدل، يعني هي الكرة طبعا متعتها في الخطأ، يعني الأخطاء بتبقى هي دي المتعة، مش الأخطاء، أخطاء الحكم ما يعني اخطاء اللعيبه مع بعض وكده، وارد الحاجات دي، يعني ما فيش حد مش هيخطا، ده امر طبيعي جدا. تطوير الحكم واختيار منظومه التحكيم بجانب يعني اختيار الافراد بقدرات شخصيه معينه بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن الموضوع ده اللي وجع دماغنا، انك انت بحسبك بس بديك مقابل، انا بفرغك وبديك هنا وبجيبك في المكان ده بمقابل مادي، ان دي شغلانتك، يعني عندك شغلانه بره تانية، لكن ده الهدف الاساسي هيبقى. اعتقد يعني بتبقى المساله في اوروبا يعني مختلفه خالص، بتبقى دايره مقفوله على الحكام ومعروفين وشغل وشخصيه بره وشخصيه في الملعب واهتمام وتطوير اللاينزمان وعناصر الفار وبتاع، لانه كمان اوروبا كمان بدات تشتكي من حكم الفيديو، بقى في مشاكل كتير جدا عاملها، فبرضه في تفكير في حاجات تانية، ففي ناس بتطالب بالتطوير اكتر والكلام. فالتحكيم عنصر له ثقله كبير جدا، محتاج تطوير بالنسبه لنا عندنا ملف في منتهى الخطوره، يعني من حيث ملف مش حكم بس كمان يا كابتن هاني، ده اللي هتكلم عنه، ده حكم ومراقب، والاخطر من الحكم المراقب اللي قاعد بره اللي بيكتب تقرير، اللي بيشوف وقائع وما بيسجلهاش، اللي سجل حاجه وحد رفع له سماعه التليفون عشان خاطر يعديها، او الحكم اللي حد يكلمه ويقول له بلاش تكتب دي، خلاص كفايه انذار، بلاش طرد، بلاش ايقاف 6 مباريات، خليها مباراتين ماشي، تكلمنا مش او حكم ما يكتبش في تقريره ان اللعيب كلها مش تقرير في واقعه شافها ملايين البشر يعني. هنا بقى ايه مساله الضمير وعدم الضمير، ربما لا تكون حاكمه للبعض في ظل الظروف اللي هنا. اتحاد الرابطه لازم يبقى عندها مراقب معروف ومراقب سري لا يعرفه احد، يعني محدش يعرف واحد موجود في البتاع، لكن ده راجل بيدي اللمسه الاخيره، يعني اجيب ناس عندها خبرات في المساله، مش مساله ان انا بدور لناس على ان اجيب له لقمه عيش فاحط مراقب، لا يا جماعه المراقب ده مش فسحه، اما المساله كده لا، المراقب هو اخطر العناصر اللي بتشيل كثير من المشاكل وبتعالجها، ومع تكرارها من تصرفات بعض اللاعبين اللي بتخرج عن النص بعد ما خرجت من الملعب عشان بعيد عن الكاميرات وتصرفات، دور المراقب هنا دور تربوي، دور مهم، دور توجيهي، لكن مسألة ان انا تبقى مفتوحة مشاعر كده واختار اي افضل، ده المراقب ده بيتجاب وبيتعلم وبيذاكر وبيدرس وبيعرف بيكتب ايه وهيقول ايه ويعمل ايه ويبقى فين موجود وشايف ايه وباصص مع مين وبيتعامل مع مين، يعني مسألة مش مسألة كمان نقطة مهمة انه كمان بيراقب، خلي بالك هو بيشوف الحاجات المفروض المشاهد مش شايفها، انت او الحكم مش شايفها، مش حاجة طبعا تعديات بعض يعني بعض افراد الجهاز الاداري التصرفات غير حتى ما يجي صوته على الكاميرا او يجي الصورة عليه، يعني لا طبعا مش مراقب واحد، ده واحد واثنين وثلاثة، يعني ايه لازم يبقى في الجزئية دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا. ايضا الحكم لازم يكون عنده ثقة في نفسه، يعني لا يعني ليس لديه مصلحة سوى اسمه ونجاحه وان هو بيبقى عنده هدف، بس بعض الحكام يعني بيقولوا، وانا يعني اصدقاء كتير من الحكام بيقول لك طب هاتوا لنا التقنيه وهاتوا لنا الامكانيات اللي موجوده في الدوري الانجليزي واحكموا علينا، يعني عندهم جزء بيقول لك احنا محدودين بعدد كاميرات معينه، طب انت هتحكم عليا ازاي اذا كان انا معايا 3 4 كاميرات هطلع لك اوف سايد ازاي بنفس التقنيه، طب هطلع يعني بيقولوا ان قله الامكانيات، هم عندهم التالنت وعندهم الموهبه لكن اديني الامكانيات واديني صلاحيات وانا اشتغل. قرارك ايه يا كابتن؟ الحكم في الملعب وسيد قراره. يبصوا حكم نهائي دوري ابطال افريقيا كان عامل ايه؟ مصطفى غربال، شايف الثقه؟ انت بتتكلم على صفات شخصيه بقى. لا شايف الثقه؟ لا شايف الثقه، واقف قدام اللاعب، في لعيب يقدر يشوح. لكن ده هنا ما مش عاوزين نتكلم. مش مساله تشويح بس، ده وحاجات ثانيه، بس مسكين مش قادر يتكلم، هيروح فين؟ اختيار الشخصيه والثقه. مش بالزعيق هي. مش بالحكم اللي بيقعد يزعق ده. بيعمل منظر وهو يعني لو مؤاخذه، لا حكم انت في نماذج تقدر تيجي تتفرج عليها، هو احنا فين من كاس العالم؟
ولا حتى من افريقيا في المباريات المهمه. شوف التفصيله بتاعت الحكم المغربي او الحكم الجزائري او حتى هو ما هو احنا برضو مش عايزين ندوس على حكام. مش عاوز ادوس، انا مش بسكرب ادوس، لا يعني انا بقول لك ايه، لازم انت تحافظ على نفسك بعيد وتنقى بنفسك طبعا عن اي مهاترات، وتلا تنقى بنفسك انت تتابع فلان ولا علان. خلي ضميرك هو الفيصل والحكم في الجزئيه دي، يعني ادي حق لاصحابه حتى لو كان الكلام ده حسيت انه مثلا هيتسبب لك في مشكله. اذا انت ما اصله ايه يعني، طريق الحق ده صعب، صعب قوي. ما هو قول الحق لم يدع عليه ايه صديقا، يعني ما خلاص ده، فانت قرار الحق برضه ممكن يعمل لك مشكله. فانت لا، ارمي الموضوع ده على ربنا ان هو بقى يعني بيديك كل حاجه، مطالب انه لازم، مطالب انك انت تبقى كده. عندنا ناس عندنا ناس كويسه جدا، عندنا حكام، بس محتاج انك انت كمان لما اجيب الرابطه دي يبقى عندي ايه، لا يجرؤ احد كائن من كان يخرج بعد المباراه يتكلم كلمه عن الحكم وقرار ايقاف. بص على اللي بيحصل في اوروبا عامل ايه، ما هو الحكم خد باور في اوروبا عامل ايه من الشكل ده، عنده ناس بس انت لازم تكون ايه، عادل في قراراتك، مش تشوف الحاجات دي ان هي بتحميك فبقى تتمطع بقى وتشوف نفسك بقى وتدي بقى حاجات بقى ما يصحش تتقال، وتقول اصله قال لي وما قاليش، وتبدا تكذب وتالف عشان تداري على اخطائك. لا. فاعتقد ان هذه المنظومه اذا انصلحت انصلح كل شيء في كره القدم. تمام. على فكره دي جزئيه، الجزئيه الثانيه بقى خش على المسابقات، تنظيم المسابقات. يعني حضرتك بتتكلم على الملف الاول الخاص برابطه الانديه، او الملف هو دوري منتظم يبدا يوم 1 سبتمبر ينتهي 1 او نص مايو 30/5 مثلا، يعني 5، يعني انا حددت كده وعملت كل ارتباطاتي وما عنديش يا جماعه وهفتح يا عم القوائم عشان ما حدش يقول لي ان انا هاجل وما اجلش. مش حاجه اسمها طبعا علشان لو ظروف كورونا. انت دلوقتي زي الظروف دي، جيت قلت لك يا عم مسابقه او بطوله الكاس هتتلعب بدون الدوليين، مش غير الدوليين، فانت ما تجيش تقول لي انا لا، ما فيش الكلام ده، لا ده خلاص الناس بره، يعني دي ظرف استثنائي، انت يعني لا بلاش، انت عندك ولا مش عندك، ما عندكش خلاص وما تتكلمش. يعني التطوير بقى يبقى انت ماشي هنا كده ايه، اخش بقى على نظام بقى المسابقه، واخش بقى على الشكل المحترف اللي انا عاوز اجيبه، واحط اساس وابقى عندي هدف ان انا لما بطور بحافظ على تركيبه المنتخب بتاعي، ان انا ما في اماكن ما ينفعش اجيب فيها. انت بتتكلم على عدد الاجانب او عدد المحترفين، شكلهم عامل ايه، نظام ايه، سنه ايه، تركيبته ايه، لاعب دولي ولا مش دولي. ما بجيبش اي، يعني انا ما اجيبش واحد وخلاص، اجيب لاعب دولي، لازم اجيب لعيب دولي بيلعب في منتخب بلاده عشان يطور لي ويفيدني ويعلمني واستفيد منه، مش مثلا ان انا اجيب واحد وبس. يعني حتى لو افترضنا ان عندك واحد هيكسر الدنيا ماشي، لاعب كوره جامد ماشي، مش دولي هيبقى دولي لما بيجي عندك، لكن انت في الاختيارات ما تجيبش وبس. يعني انت النهارده عندك 18 لاعب تونسي في الدوري المصري، 8 لاعيبه مغاربه، واعتقد جزائريين مفيش، عدد جمله المحترفين 80 لاعب محترف، 80 لاعب محترف. امسك ورقه وقلم وقول لي مين من ال 80 بيلعب في منتخب بلاده، هتلاقيهم معدودين على الصواب، والباقي جاي ياكل. هتلاقيهم هم المميزين. انا بقول لحضرتك هتلاقيهم معدودين على الصوابع، ادي 1 2 3 4 اللي انت بتجيب. طب فين اللي انت باللي انت جايبهم دول افضل من اللي عندك؟ يعني هل ما عندكش لاعب يقدر يقوم بالدور؟ هل انت ايه الهدف؟ هل الهدف انك جاي يعني تغوص اكتر وتشوف اكتر مثلا كره شمال افريقيا بيفكروا ازاي وبيلعبوا ازاي فبتاخد خبرات؟ هل هم يعني افادوك؟ هنا بقى يبقى انت ايه؟ كاتحاد كوره او كرابطه انديه محترفه عندك عامل لجنه فنيه متابعه للمشهد بتقيم الناس المحترفين دول عاملين ايه اضافات؟ ده اضافوا لي عناصر ايجابيه ولا اضافوا لي حاجات سلبيه انا مش متعود عليها؟ او يحطوا بنود ايهما افضل للفاليو بتاع الدوري المصري والكره المصريه، ما ننساش المنتخب. مين النجم اللي خلى الجمهور بدل ما كان يجيني في الاستاد 5000 جنيه 50 ناس رايحه تتفرج على في نجم فلان؟ مظبوط. موجود في 2 نجوم النهارده يا جماعه، الجمهور بيروح وراهم في كل حته، بيمتعوه بيعمل، ما انت لازم تدور طبعا، بتحب ترفع في القيمه بتاعتك بتجيب حد يروح واخدك وصاحبك عامل لك طلعك فوق كده، فبيعمل لك فرق وبيعلم ناس تانية وبيربطها وبيعمل لك شعبيه وبيجيب لك اعلانات وتسويق وبتاع، وبتدفع الفلوس عشان الكلام ده عشان انت ايه تستطيع انك تستردها ضعف وثلاث اضعاف. لكن بالنسبه لي ان اجيب لاعب وهات هنا وهات هنا باك رايت وهات هنا نص ملعب وفي الاخر تدور على المنتخب ما تلاقيش ايه،
لا وانت من رايك نتيجة. انت مثلا على الدوري الانجليزي يقول لك 75% لازم اولا يكون لاعب دولي، وكمان لاعب 75% في اخر سنه مع منتخب بلاده، يعني كمان مش انت لاعب دولي وخلاص لعبت ماتش او خلاص، لا انت لازم تكون لاعب 75% في اخر سنه او سنتين اعتقد مع مشوار بلدك. تفتكر ممكن البند ده يتحط بس بنسبه اقل، انت لاعب دولي مثلا لاعب 20% او 25% من خلال مبارياتك، لان زي ما بتتكلم ده بينعكس على منها يا كابتن. احنا عاوزين يعني عاوز اقول لك ايه، يعني عاوز اقول لك ايه يعني قانون، يعني عيب ان انا اتعلم من اللي احسن مني؟ لا طبعا اللي يعني اكيد اتطور عني ولا ما. عيب ان انا اشوف ده بيطور ازاي وبيعمل ايه؟ عيب لازم اطلع ما هو يعني انت لما تحب يعني عاوز بتبني يبقى عندك قدراتك انك انت تطلع ناس تبقى تعلمها، تقول له انا عاوز تروح لي بره تعمل لي كذا، تشوف لي تقعد سنه تطور مستوى اداري شكل ازاي، ماركتنج عامل ازاي، عاوز اعمل حاجه تنقل لي نقله واروح في ليفل تاني في وضع مختلف، عاوز اجيب ازاي المدرب يعرف يختار اللعيب. انت هنا لما بتيجي اختبارات الناشئين بيجيب الفريقين نزلهم 15 دقيقه وعلى اساسها بيقيم، مش 15 دقيقه وده انت حضرتك شفت، ده ما فيش 5 دقايق ولا 10 دقايق اللي شات شوتين واللي 3 ولا 4، وفي الغالب اغلبهم بيروحوا بالمجاملات، احنا عارفين مش عاوزين نتكلم عشان ده ملف يعني لو اتفتح هيبقى فيه كارثه ومصيبه. لكن الغالبيه فين بقى المواهب؟ يعني في لعيبه لو اتكلمنا على اتحاد، دور اتحاد الكوره ده هيبقى دور من ادوار اتحاد الكوره اللي هو تطوير اللعيب والمدرب والناشئين من خلال اتحاد الكوره، اللي عندنا مثلا الانديه الكبيره محتاجه المسانده ديت، محتاجه المساعده دي. أيوة. لان انا يعني انا دايما باخد التجربه الالمانيه بالنسبه لي مهمه جدا، لان الاتحاد الالماني مش الرابطه، الاتحاد الالماني المنسق بتطوير قطاع الناشئين وقطاع المدربين هو كمان مهتم بالانديه، يعني عنده اكاديميات يا كابتن، عنده اكتر يعني عنده، انا بقول لك الرقم تتخض، الكلام ده من 2008، عنده اكتر من 70,000 اكاديميه، 70,000 اكاديميه تبع لمين؟ تبع الاتحاد الالماني. طيب حضرتك اللعيب اللي بيروح في الاكاديميه دي بيدفع فلوس؟ لا انت عارف الاكاديميه دي عباره عن ايه؟ هو بيقول لك اي في المانيا كبيره جدا، فيها كل منطقه فيها مدرسه، المدارس فيها ملاعب، فبيقول لك خلاص احنا الملعب ده تبع يعني هيعينوا واحد من جوه البلد او من جوه او مدرس او عنده تالنت من جوه البلد، يقول له انت تبع مثلا مدرسه الفلانيه وتسمى اكاديميه، فاللي بيطلع بيقول لك الولد عنده 7-8 سنين بيشوفه تالنت شويه في مش عارف في دورتموند في كذا زلاوتن في بريمن، فالولد من 8 سنين عندهم داتا كبيره جدا بتتحول للاتحاد الالماني، ان الولد مثلا فلان الاستاذ محمود صبري في برلين عنده 10 سنين ممكن يكون كويس، وبالتالي بتقدم الخدمه دي للانديه، تعمل سيرش، عندك سيرش انك تروح تشوف الولد دوت وتتعلم. بلاش النبي يا كابتن، بلاش ايه، مسافه كبيره قوي. لا ما هو اصل دوت هنا الوضع هنا اكل عيش والله يا كابتن. بص ما دام ما فيش سيستم ونظام واضح وما فيش مش تعرف توصل للمستوى ده، عاوز ناس توسيع القاعده. توسيع القاعده ده دور مين؟ دور اتحاد الكوره، ما فيش مع الوزاره، مع الوزاره والانديه بتساعد في الجزء ده طبعا. انت في كل قريه المفروض طبعا يبقى في مدرسه، يعني ومدرسه تابعه للدوله، تابعه لوزاره الرياضه، وليها ملعب وليها انا معين مجموعه لشغلانه بياخدوا مرتبهم مني، دوره انه يقدم لي 5-6 مواهب، 3-4 مواهب في السنه. هو دوري يقدم لي موهبتين، عندي 3-4 موهبتين في كل سن، موهبه في كل سن، ده انت لو طلعت موهبه في كل سن وانت في هذه الاطار مش بتركز على كره القدم بس، ده انت بتعمل المفروض من خلال العلماء، وعندنا علماء وعندنا ناس اكفاء، انك انت بتقول ده انا كمان عاوز في الفتره دي اللي هي مصر لما ظهرت في الاولمبياد وخدت بطولات ميداليات وراحت بسبب ايه؟ بسبب الانديه الشعبيه. بدور بقول انا عايز الا ادور على لاعب باسكت، ادور على لاعب فولي، ادور على لاعب العاب قوه، رامي رمح، دفع جول، يعني عاوز اقول ايه؟ كل الكلام انت بتاخد مشروع وبتكبره وبتحط، شوف نتاجه مستقبلا، ده مشروع ما بيجيش في يومين ولا في سنتين، ده مشروع بيبقى خطط بتتم يعني ايه البناء فيها تدريجيا، بيجي من تحت كده بتصل لمرحله يبقى عندك يعني الاف مؤلفه، لكن فين دلوقتي؟ كل قريه فيها مجموعه عملوا ملعب خلاص، وجاب حد عمل له اكاديميه، وتعالى يا عم ادفع لك 50 جنيه لابنك وهنجيب لك كذا، وفي الاخر المحصله يعني الاب بيدفع 50 جنيه لك والنتيجه ايه؟ والدايره دي دايره مليئه بالنصابين ومحطمي الاحلام للاجيال دي بصوره مرعبه يا كابتن. بتحتاج ايه؟
بتحتاج وقفه وبتحتاج ضمير انه احنا عندنا ناس، عندنا اولاد عندهم استعداد يروحوا في اماكن افضل من كده، بس فين؟ زي ما تشوف انت بتقول ايه؟ قاعده ممارسه توسع القاعده 100 مليون لعدد الممارسين ما يتعداش كام؟ ما وصلناش 100,000 المسجلين يعني في اتحاد الكوره 93,000 حاجه يعني، مش قادر اقول رقم ما اعرفوش، لكن يعني عدد المسجلين اللي بيلعبوا الكوره في المانيا في سنه 2006 كان 6,700,000 وحاجه 6 مليون. فانت بتتكلم الكلام ده، انا المعلومه عندي يعني ما كنت بدرس ده من 2007، انت بتتكلم على 6 مليون دلوقتي ممكن يكون 12 13 مليون. فتوسيع قاعده يعني قد دوره زي تونس بيلعبوا كوره، شوف انت بيلعبوا كوره ده مش الالعاب الثانيه كوره، لا يعني مقيدين في على الدرجات المختلفه، ان انت عندك 5 درجات يعني. فدي دي نقطه. طيب الملف الثالث، اتكلمنا على التحكيم، اتكلمنا على عمليه تنظيم المسابقه. تنظيم الملف الثالث اللي انت تتمناه رابطه الانديه انها تشتغل عليه مباشره بعد اقامتها او بعد يعني الاستقرار عليها. هو انا يعني لو عامل الاثنين دول ايوه مش هتعمل في ساعتها طيب يعني هناخد انت يعني طبعا احنا دخلنا معاهم شكل اللاعب المحترف وقلنا انه لازم يبقى له شكل مختلف عشان تبقى ترتقي بالمسابقه نفسها. تسويق وتوزيع الحقوق، برافو عليك، تسويق المسابقه وتوزيع الحقوق بعداله على الجميع وحفظ المكتسبات للانديه الكبيره اللي هي البطله ده بشكل مختلف، وتوزيعها انه الربح هنا في جزء منه بيروح لانديه الدوري الممتاز ب والدرجه الثالثه والرابعه. ما هم بره بيعملوا كده بيطوروا، بدليل انك انت مثلا الصاعد في الدوري في من القسم مثلا ثاني في انجلترا بيطلع دوري ممتاز بياخد 150 مليون جنيه استرليني، خلاص انت هنا بتاخد 150 جنيه، وحتى بطل الدوري ما بياخدش حاجه يعني، ما لهوش اي حاجه، ما فيش اي دوري، حاجه غريبه جدا يعني. ما الفلوس بتروح فين يعني؟ طب تسويق البطوله بيروح فين يعني؟ المفروض النادي بيسوق من خلال مكتسباته هو يعني، اذاعه المباريات، حقوقه، ده كله بجهد فين صحيح. في تسويق اللعبه يعني، فين المقابل اللي هياخده عشان يحس ان هو عمل جهد عشان انت يبقى عندك بطوله مكسره الدنيا؟ ده بيبقى يعني دي من الحاجات الثلاث حاجات لو احنا بدانا بس. الملف الاهم هو تكوين الرابطه، ورابطه قويه وانفصلت عن اتحاد الكره. نتمنى ده، اتمنى واتمنى ان يكون يعني رئيس الرابطه يكون حد عنده خبرات ومتخصص في المساله، عنده هدف انه ينجح، ولازم الناس كلها تساعد وينجح، ولازم يقول انا هنجح عشان هعمل واحد اثنين، ومحتاج ان انا واحد واثنين وثلاثه واربعه، مش نعمل له العراقيل ونبوظه ونفشله ونعمل صحيح صحيح يعني. وبلدنا تستحق طبعا التعب وتستحق اكتر من كده بكتير، وان شاء الله يعني دايما الواحد متفائل والجاي افضل ان شاء الله. استاذ محمود صبري بنشكرك شكرا جزيلا، كانت يعني حلقه مميزه وفقره مميزه مع حضرتك دايما، فبنشكرك شكرا جزيلا، وعلى طبعا على وعد ان شاء الله اللقاء ان شاء الله. سعيد كنت مع حضرتك ان شاء الله، يكون يعني نتواصل بقى يعني إن شاء الله نشوف إن شاء الله. مصر رايحه فين في الكوره ان شاء الله. فتحت موضوع 100 110 10. شكرا جزيلا. بعد الفاصل معنا الكابتن الكبير محمد حشيش في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مره تانية، لسه البيت الكبير مستمر، والحقيقه فقرتنا الحواريه الثانيه كانت المفروض تكون يعني مع نجم من نجوم الكره المصريه، والحقيقه يعني زي ما قلنا في البدايه انه كابتن علاء نبيل كان المفروض مشرفنا، بس للاسف الشديد وهو جاي على الطريق يعني حصلت له حادثه بسيطه جدا فاعتذر عن الحضور. احنا طبعا بدورنا اطمنا عليه واتصلنا بيه، هو يعني الحمد لله بألف خير، وان شاء الله يكون معانا قريب جدا زي ما معودنا دايما انه ينورنا هنا في البيت الكبير. لكن طبعا شرفنا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي والكوره المصريه طبعا اللي عمل تاريخ طويل، وبنستمتع بارائه التحليليه، الكابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الاهلي. ملفات كتيره جدا يا كابتن، غيرنا السيناريو بقى يعني، احنا كنا المفروض نتكلم عن حاجات كتيره جدا مع حضرتك والكابتن علاء نبيل عاشرته بعض فيها أنا هو حاجات كتيره يومين بنسترجع طبعا الذكريات، وبنقول ان شاء الله تبقى حلقه كويسه، لان علاء طبعا انا هو يعني نعرف بعض هاني من زمان يعني، مش عايز اقول من كام يعني نفسك بس اقول يعني نعرف بعض مثلا من 76 طبعا. يعني ان شاء الله من خلال طبعا مسابقات الناشئين كان هم شمس واحنا النادي الاهلي، وبنتقابل، وكان دايما المنافسات بتبقى قويه بين نادي الشمس والنادي صحيح. الاهلي صحيح،
ما كانش لسه بقى فيه المقاولين وما كانش فيه الكلام ده كله، كان يعني اهلي. كنا بنفتكر واحنا صغيرين ماتش نادي الشمس ده ماتش ريزل وعلاء كان من اللعيبه الرزله وكان هداف البطوله دايما ولعيب كويس، وكان معاه هشام صالح وابراهيم القصاص وامجد، يعني مجموعه كده على طول مع بعض. بعد كده بقينا مع بعض خلال بقى منتخبات القاهره لغايه بقى منتخب الناشئين وبطوله افريقيا اللي خدناها مع بعض وكاس عالم، وبعد كده تلف الايام بقى اروح العب معاه في المقاولين بعد ما سبت النادي الاهلي خمس مواسم، وبعد كده بقى ناحيه ثانيه خالص ما كان ماسك هو قطاع الناشئين في المقاولين، وانا بحكم شغلي بقى مدير تنفيذ القاهره فمسؤول عن المسابقات، فكان في يعني حاجات كتير بينا وبين بعض. الموضوع ده المواضيع دي المفروض كنا نتكلم فيها، بس انا مش عايزه اسيب كابتن علاء، مش هنسيبه في حاله برضه وهنتكلم عنه، ولازم تقولي موضوع السكاكيني، لازم تقولي موضوع الخناقه اللي حصلت والسكاكيني واللي انتوا وجريتوا ورا مين ومين جري مين اللي جري وراكوا دول والمشط والحاجات دي والمشط وهاني مصطفى طبعا احنا طبعا الف سلامه على كابتن علاء، يعني نتمنى له السلامه. الحمد لله الحادثه بسيطه وهو بخير الحمد لله وطمنا عليه، لكن طبعا وجود الكابتن محمد حشيش كمان بيطري الحلقه بشكل خاص دايما بارائه الفنيه الجميله، وعلى وعد ان شاء الله كابتن علاء هيكون ان شاء الله هو على فكره الاسبوع اللي جاي الحمد لله كويس، يعني طبعا ده في العربيه بس هو يعني الحمد لله هو السواق كويسين. هو علاء مشكلته ان هو على قد كده انما جبان جدا وخواف قوي، يعني لو في بومبا مثلا ولد صغير فرقعها مثلا في الشارع الحمد لله انه مش سامعك، فهو انا شايفه حتى في الصور مخضوض يعني طبعا خض شويه لكن طبعا كويس الحمد لله. بس طبعا كنت حكيت الموقف ده بما ان احنا بنتكلم على الخوف والجبن، كنت اتكلمنا على موضوع السكاكيني ده وبعدين موضوع المشط والحنطور ناجلهم، بس كلمني عن موضوع السكاكيني ده. بصي انا هقول لك على حاجه، يعني انا خلينا انا في الحته دي عشان يعني موضوع اللي انت بتقولي ده خليه علاء يجي. قول لي يا كابتن انا احكي لك بس على موضوع السكاكيني دلوقتي، هقول لك على موضوع المشط. قول كابتن هاني مصطفى ربنا يديله الصحه ويشفيه طبعا، المدرب بتاعنا طبعا في اجبال الاهلي 19 سنه وكان ماسكنا منتخب الناشئين منتخب مصر الناشئين. فالكابتن هاني كان عنده لازمه كده، كان دايما بيبقى معاه مشط كده يعني صغير، انت عارف كانت وقتها كده كان بعض الناس بتشيل مشط كده مشاعره بس يهيش شويه ولا حاجه فيروح مسافر. بتتصادف دي بقى دايما مع الكابتن هاني لما نكون احنا مثلا نازلين يعني في معسكر ولا حاجه ونازلين بقى هنتمرن ونلاقيه بقى يعمل دي، اول ما نحس انه عمل دي يعني هيقعد بقى يتفرج علينا واحنا بنجري بقى. يعني ما بقاش في الملعب جوه يبقى بره هو. فدي كانت دايما مرتبطه معانا بالجري. يعني عايز اقول لك ان احنا كنا وصلنا لمرحله معينه واحنا منتخب الناشئين فتره اعداد استعداد لكاس عالم، كنا مقيمين في اتحاد الكوره، كان وقتها في دور كده في اوض وبننزل فيه يعني. وبنتمرن في مركز شباب الجزيره. كنا بنجري تراك الخيل بتاع نادي الجزيره 3 كيلو ست مرات. يا نهار ابيض. وبارقام والله يا هاني طبعا حاجات يعني كانت صعبه جدا، انت عارف مدى الصعوبه بتاعتها. مع الكابتن جوهري اتنين في اتنين في اتنين طبعًا. حاجه طبعا مش ممكن، حاجه كانت صعبه جدا. كذلك لما كنا في معسكر، كنا عاملين معسكر للمنتخب في معسكر النادي الاهلي في مرسى مطروح على الرمل بقى، على الرمل بقى وخيم وبتاع، وكان هو بقى حاجه بالنسبه له بقى انت عارف الرمل والجري والكلام ده، فكان هو اول ما نشوف المشط ده طالع وبس النهارده ليله بيضاء، النهارده الدنيا هنجري فيها خالص هنجري. ففي حاجات كثيره يعني انا وعلاء وذكريات كثيره ان شاء الله باذن الله، حابب نكون موجود ان شاء الله باذن الله نتكلم ان شاء الله في اقرب وقت. ان شاء الله. طيب نتكلم مع حضرتك في النادي الاهلي ومباراه سيراميكا اللي فاتت ومكاسب النادي الاهلي، رغم الناس بتتكلم على الشوط الاولاني اكيد ما كانش على المستوى المطلوب، رؤيتك الفنيه لمباراه الاهلي وسيراميكا. بص الحاجات نقول الاول بس الايجابيه طبعا الثلاثه بونت وهدفين طبعا في فرقه ما تحسش ان هي جايه من متسابقه، ده حقيقي يعني، وخصوصا في بدايات الدوري يعني اي فرقه بتبقى جايه من المتسابقه بتلاقيها يعني طبعا مفيش خبرات، معظم اللعيبه بيلعبوا كانوا في متسابقه، اما بيطلعوا بيبقوا خايفين دوري المتسابقه بيلعبوا نجوم كبار بالظبط، فبتلاقيه بيبتدي يمسك نفسه على الدور الثاني بعد ما الدنيا تكون خلصت. سيراميكا من اول دقيقه وانت تحس انها فرقه عندها خبرات كبيره، ليه؟ لان هم جابوا لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز كتير، 20 لعيبه وصرفوا مبالغ كتيره، فتحس ان اللعيبه لا فرقه الدوري الممتاز معاهم مدرب كويس كمان
مظبط الفرق بيلعبهم على قد امكانياتهم على قد وضعهم، متحمسين كلهم عايزين يثبتوا نفسهم. واضح ان الاداره مفيش ضغوط، الاداره ما وفر لهم حاجات طبعا كتيره، فجو مناسب زي ما انت بتقول اللي هو مفيش ضغوط دي، ودي الاهم. بيلعب مع النادي الاهلي، عايز طبعا يطلع كل اللي عنده كعاده الفرق اللي بتلعب مع النادي الاهلي. مجموعه الحقيقه من اللعيبه مجموعه محترمه وعندها خبرات كبيره. النادي الاهلي بقى قابل الموضوع ده، انا اعتقد ان موسيماني الشوط الاولاني كان بدايه التشكيل في لخبطه شويه، يعني بيلعب بثلاثه ديفندر في ماتش زي ده، كان محتاج انه يلعب بثلاثه ديفندر في ماتش زي ده؟ لا طبعا، انا في رايي لا، لسبب. ليه؟ هقول لك على حاجه. فرقة سيراميكا فرقه كويسه ونازله عندها حماس كبير قوي يا هاني، وبتلعب ضاغط على النادي الاهلي في اي حته فيها كوره بيلعبوا ضاغط على النادي الاهلي، وبيرجعوا كلهم بعد ما الهجمه تخلص تحت الكوره مقفلين المساحات، فكان لازم رتم الكوره في النادي الاهلي يبقى اسرع. مين اللي بيتحكم في رتم الاداء دايما؟ لعيبه نص الملعب. مظبوط، لعيبه نص الملعب ثلاثه ديفندرات، وان كان فيهم بعض الناس بتكمل في الناحيه الهجوميه، انما مش زي ان يكون في بلاي ميكر. البلاي ميكر او صانع الالعاب هو اللعيب اللي بيتحكم في الريتم بتاع الاداء. ايوه، هو اللي الناس بترمي عليه دايما الكوره، هو اللي بيعمل الاستحواذ، هو اللي بيوصل الفراوده في باصه سريعه مثلا في الحاجات المرتده، لان انت فرقه زي دي بترجع وبتدافع وبتقفل المساحات، كان لازم يبقى في رتم سريع انك تقدر قبل ما يظبطوا نفسهم ورا وقبل ما يقفوا صح انك تعمل واحده، وخصوصا انك كان عندك سرعات، فكنت انت بتواجه الموضوع بصعوبه شويه. اما الكره بتجي لك نتيجه للبطء في الاداء شويه في نص الملعب، هم بيقفلوا المساحات وبيضغطوا في الناحيه اللي فيها الكوره، فكان النادي الاهلي مش عارف يلعب لعبه الطبيعي سواء على الاطراف او من نص الملعب. شفنا الكلام ده كله اتغير في الشوط الثاني. الشوط الثاني اما نزل طبعا قفشه وكهربا ووليد، الموضوع فرق كتير قوي. شفنا قفشه موصل الناس بكذا كوره، بيجي له كوره بيقدر ينقل الكوره الناحيه الثانيه. هل موسيماني كان الكلام اللي انا بقوله دوت هو بيفكر فيه، فعارف انه بيلعب فرقه بتجري جامد ومتحمسه، فعايز ان هو يستنفذ مثلا، انا بتخيل يعني يستنفذ الطاقه الكبيره بتاعتهم من بدايه المباراه مع ناس ديفندرات انها تبقى قافله، ويستغل طبعا الهبوط في النواحي البدنيه بالنسبه لهم الشوط الثاني نتيجه للحماس والقوه، لان اي فرقه برضه بتلعب النادي الاهلي يهمها او الشوط الاولاني يطلع 0-0 ويبتدي ياخد الشوط الثاني بالتدريج. صحيح، عشان النادي الاهلي يبتدي يضغط اكتر ويبقى لاقي مساحات وكده، فممكن يكون موسيماني عامل الكلام ده، بس انا ما اعتقدش، انا بحاول ابرر له الحته دي. هو طبعا وجود ثلاثه ديفندر كان علامه استفهام شويه في وجود يعني طبعا عناصر مميزه، خاصه النادي الاهلي انا حاسس ان دايما 4-2-3-1 بتدي له شكل افضل، يا طبعاً. يا اما يبقى في زياده عدديه، يكون في واحد زي ما حضرتك بتتكلم عليه زي قفشه ان هو بيعمل الكنترول او بيعمل الريتم. احنا كان عندنا طاهر، محمد طاهر سريع محتاج حد يديله الكوره، كان عندنا الشحات محتاج حد يديله الكوره، بالظبط كده، حتى ابو اليا كان محتاج حد يديله الكوره. طبيعه لعب الناس اللي انت قلت لهم دول يا هاني عايزين الكوره في مساحات. مظبوط، عايز حاجه من بين المساكين، حاجه من ورا الباكين اللي في الجنب عشان يقدر، طبيعه لعبهم مش عايز الكوره في رجله. مظبوط، يعني انت فاهم ازاي؟ فانت لما بتطلع بالاداء بطيء شويه بتبتدي تنقل الفرقه كلها، اترستقت ورجعت، فبتبتدي تنقل الناس واقفه على الخط، يعني ما عندناش اللعيب برضو يمكن الشحات فيه شويه الحته دي انه ياخد الكوره ويعدي واحد على واحد، وانما التانيين عايزين كور سريعه في مساحات يعني انت فاهم ازاي، في مساحات فاضيه يقدر يروح على الجون. ما كانش في حد صانع العاب في الحته في الجزئيه دي خالص، ديانج ولا اكرم ولا حمدي فتحي، الثلاثه لعبهم يعني هنقول مثلا 60-40 يعني، وحتى في 70-30 كمان، وفي 70 انا يعني تجاوزا يعني. صحيح، ممكن السوليه اللي كان في الحته دي خلاص الفتره الاخيره بيتقدم. فانت ما عندكش الحته دي برضو، الثلاثه شكل بعض في الاداء في الحته دي، فكان غالب عليك حته الدفاع شويه. انا عايز اتكلم برضو على يعني برضو حته تانية بالنسبه للاطراف، مش هنتكلم على الطرف الشمال لان معلول طبعا مادي. عندنا الناحيه اليمين بيكهام طبعا لعيب كويس وكل حاجه، بس مش مكانه لما العب باك رايت يادي فيها،
غير ما لاعب واحد يكون متميز. متميز لان انت طالبه من الباكرايت بالذات في الطريقه النادي الاهلي بيلعب بيها، واطراف النادي الاهلي اللي دايما على مستوى عالي والخطوره كلها من النادي الاهلي، انك يكون عندك الباكين بيطيروا احيانا لقدام وعندهم حته انه يعدي ويعمل الكروس. الارتداد السريع. الارتداد السريع. بيكهام بيلعب عارفة في اكتر من زي مركز. انا بقى بلعب باك رايت يعني المساك او الديفندر يلعب باك رايت بتلاقيه ماسك شويه في الارض، وهاني عارف التعبير ده يعني ما عندوش حته مش شايفه ظهير ايمن؟ شايفه يعني مؤدي زي بقول لك. ما هو انت النادي الاهلي مش عايز واحد يؤدي بس، عايز لعيبه متميزه في مكانها وكل واحد في عدلته. فطبعا اكيد الموسيماني بيفكر طبعا في حته الرايت دي، لان لازم كمان تعملي يعني هو ظبط بيكهام نتيجه لان هاني لسه ما رجعش، فكان لازم واحد يؤدي، هو اقرب واحد. ومن بعديه اعتقد انه كان بيلعب باكرم وانت فاكر العربي شوية. بدر كان شويه يعني وقبليهم لو تفتكر رامي ربيعه كان بيروح يعني ناحية كان الساعات يعني بس انت عايزه باك رايت عشان كمان المنافسه مع محمد هاني. محمد هاني كان بيلعب مع احمد فتحي، كان في منافسه كبيره، كانوا الاثنين فوق. مظبوط. اما واحد لعيب بيحس ان هو لوحده بتلاقيه بيريح شويه. فانا الفتره الجايه النادي الاهلي انت عارف بيلعب على بطولات وبيلعب ماتشات صعبه جدا وداخلين كاس عالم الانديه، فانت عايزه لعيبه لا في عدلتها، لان هيلعبوا نجوم كبار قوي مفيش واحد بيأدي. لا ده في مواقف صعبه لازم ما يعرفش يعملها الا الباك رايت الاساسي او المساك الاساسي هاني او راس الحربه. انت بتلعب مستويات عاليه. الحاجات دي الفروقات البسيطه دي ما بتبانش في الدوري المحلي ما بين الفرق، بتبقى العمليه ماشيه، انما لما تطلعي للمستوى الاعلى لا بيبان الاداء. انما مجمل المباراه طبعا اتظبطت في الشوط الثاني. شفنا الخطوره على مرمى طبعا سيراميكا بقت زايده وواضحه وهجمات كتيره ونتج عنها طبعا الاهداف. مباراه كويسه ومع فرقه كويسه بتدي دافع لقدام يعني. طيب ده لا يخليني اروح لمحمود كهربا. وكهربا الحقيقه في ناس كتيره جدا يعني كانت مراهنه على وقوعه. النهارده كهربا هداف الدوري باربع اهداف. فعايزاك تقول لي النقله اللي حصلت لكهربا من الى دي حصلت ازاي؟ كان مين السبب فيها؟ بصي انا عايز اقول لك انا دايما بقول المقوله دي. كهربا كان جاي من نادي الزمالك. نادي الزمالك مدرسه وستايل وطريقه معينه حتى في النواحي التنظيميه، في النواحي غير النادي الاهلي. النادي الاهلي في كنترول على كل حاجه. طبيعه الشخصيه بتختلف. النادي الاهلي بيسيطر على اي شخصيه وبيدخلها جوه النادي الاهلي وبتندمج مع ستايل وطريقه النادي الاهلي. كهربا لو تفتكري في البدايات اول ما جه كان في موقفين كده حصلوا، يعني ابتدى بعدها يبقى في التزام، ابتدى بعدها يبقى مركز بس في الملعب. شفنا كهربا الفتره الاخيره عامل ازاي، عنده امكانيات كبيره جدا جدا، عنده سرعه، هداف بالفترة لما يركز ويبقى في الملعب. صدفه طبعا موضوع الاصابه والكلام ده عطله شويه، انما هو راجع. الاهم من كده انه معاه مدرب بيعرف يتعامل مع جميع الشخصيات، جميع النماذج من الشخصيات او جميع الاشكال اللعيبه. اللعيبه كلهم مختلفين، مش حاجه واحده زي ما انت او حد متخيل. كل واحد له اسلوب وطريقه طبعاً. وازاي اعرفه من عينيه وازاي اقدر اسيطر عليه وازاي اقدر اخد منه احسن حاجة. احسن ما عنده. سواء بقى بالتدريب، سواء بالتخصصي، سواء بالحاله النفسيه، بالمعامله، حاجات كتير. هو يجيد التعامل النفسي مع اللعيبه. كابتن بلاحظ كده يعني من كلامهم حتى شايفين اثره على كهربا. لو تلاحظ كهربا وحسين كلهم في الفترات القديمه ما كانش في النادي الاهلي. اما كان بيقعد ماتش احتياطي ولا ما يلعبش ولا ما يتغيرش ولا حاجه كان بيعمل ايه؟ بيزمزق. شايفينه على مستوى المنتخب حصل. لكن انا عايز انا بايد حضرتك في الجزء ده، وخلينا نتكلم ان كهربا ماشي على الطريق الصحيح. ولكن كمان انا في رايي ان هو عارف كويس قوي ان هي بالنسبه له فرصه كبيره جدا جدا انه يتواجد في النادي الاهلي طبعا، وبالنسبه له فرصه انه الجماهير في ظهره. وعارف ان اللي بيغلط
ممكن مره الثانيه وبعدين بيكون بره النادي الاهلي خالص. مفيش ثالثه. فالعمليه بالنسبه له انا في رايي كهربا لسه مش كبير، لكن المستقبل قدامه طويل. صحيح. لكن هو ده اللي حضرتك اتكلمت عليه، ان شخصيه النادي الاهلي دي بدات هي اللي بتطبع على طبعا. على كهربا طبعا. السلبيات بتقل شويه وان شاء الله تقل تماما، لان طبعا. انا عارف كهربا من اللعيبه لما بيكون مركز في الملعب بنشوفه بالصوره اللي نزل بيها عطشان على الجول. في فرصه جت وحسيت ان هو هيقطع الفانيلا عشان الكره ما جتش. الفرحه بتاعته اكبر دليل، الفرحه بتاعته اللي هي القويه جدا ان احنا كلاعبين كوره بنحسها، فرحته بانه بيحرز الهدف ويقول انا وانا موجود وانا عايز بيرد على المشككين يا كابتن محمد كمان. عايز اقول لك كمان تاكيد للكلام اللي احنا بنقوله، في لعيبه كانت موجوده في النادي الاهلي وحصل منها تصرفات مره في الثانيه في الثالثه الرابعه مش موجود دلوقتي حاليا، مش موجود خلاص. مع كامل الاحترام ليه وامكانياته الكبيره، لان هو النادي الاهلي اولا ما بيقفش على حد، النادي الاهلي سياسه ومنظومه واحده وستايل واحد ومبادئ واحده وطريقه واحده، فيش تفرقه في اي حاجه خالص. فعشان كده الناس بتنخرط لما بيجي. يعني انا فكرة كهاني مثلا يمكن قبل ما تطلع درجه اولى جانا ايمن شاوي، كابتن ايمن طبعا كان جاي من الكروم، جاي خايف بقى وجاي انت عارف جاي من اخر الدنيا وصغير بقى وجاي مع مين بقى يعني، سيبك مننا احنا برضو احنا قده، انما الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده والناس يعني حاجه جامده جدا، فكان خايف جدا جدا ومضطرب وعارف ازاي مش عارف يسلم حتى على الناس. مفيش في اقل من اسبوع 10 ايام بقى ايمن هو اللي بيهرج معاهم هو اللي بيهزر، هو حصل الانسجام والتالف ده بسرعه خالص. فهو هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، احنا بنشد الناس اللي بتيجي من بره لينا ولطريقتنا واسلوبنا، والناس بتندمج حتى اللي فيه زي ما بقول لك بس حته عامله كده بيروح مع دول، لو العمود الفقري عامل كده شويه بتلاقيه اتعدل. كهربا شايفه ما شاء الله، انا متخيل ان هو عنده اكتر من كده كمان بكتير. خلي بالك برضو باصص للبطولات اللي احنا من لما جه هو ابتدى ياخد مع النادي الاهلي بطولات. صحيح. قعد فترات ما خدش بطولات زي دي، بعد كده بيفكر كاس عالم انديه انت فاهم، ده حلم يعني لعيبه كتيره جدا لعبت وبطلت ومش هتلعب او مش هتنول شرف حاجه زي دي يا هاني انت فاهم ازاي. فهو بيفكر في حاجه زي كده، بيفكر ان هو النادي الاهلي هو عارف كويس قوي انه وقف جنبه، وقف جنبه كويس قوي، فهو عايز يرد برضو الكلام ده. الناس كمان مقابلتها ليه وتشجيعهم ليه مخليه هو يعني عايز يرد جميل، عايز يقول انا موجود. عشان كده لما جت فتره قبل الاصابه ما اتصاب كان بيلعب شويه وقت، كان انا حاسس بيه عارف هيتجنن، في لعيبه لما ما بتلعبش هتتجنن انما لما ابتدى بقى وبياخد وما شاء الله بيحرز الاهداف كمان، هو متعته في احراز الاهداف. يعني انا بحس لو هو لعب ماتش وطلع بيبقى متعصب ومتضايق، حتى لو النادي كسب فرحان وكل حاجه، بس هو كان عايز هو اللي يشارك في موضوع الاهداف. بيبقى عنده حاله غريبه ان هو لما بيجيب الهدف بيبقى سعاده طاغيه عليه، عاطفي عاطفي. فان شاء الله انا حاسس انه طبعا يعني باذن الله يكون يفرق مع النادي الاهلي، وخصوصا كمان كاس عالم للانديه، لان انت عايزه لعيب على المستوى ده اللي عنده سرعات، لان هناك الريتم سريع وهو هو حابب يروح على الجون، عنده حلول فرديه وعنده بيروح على الجون يعني. فهو انت عايزه نوعيه اللعيبه دي هناك، انت مش هتلاقي حد يرجع ورا الكوره بقى ويقعد يقفل، لا انديه كبيره كلها على مستوى عالي وبتلعب طبعا بكل قوه وفيها لعيبه تقيله، فانت عايزه حد من النوعيه دي زي ما اقول رئه للنادي الاهلي هناك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وكهربا واحد من ضمن مجموعه كبيره من ضمنها وليد سليمان. برضو رؤيتك سريعه للصفقه الجديده اللي جايه من الجونه واليا وادائه في المباراه، شفته ازاي؟ متوتر لسه يعني متسرع يعني، شفت اداؤه ازاي من خلال تقريبا ال 65 دقيقه و 70 دقيقه اللي لعبها؟ بص يا هاني، احنا شفناه طبعا في الجونه لعيب كويس قوي، هداف بالفطره، عنده امكانيات كبيره قوي، بس دايما اللعيب يعني اللي بيلعب تحت الضغط حاجه تانية. هو ما كانش بيلعب تحت ضغط هناك، واخده بالك ازاي؟ ما كانش بيلعب تحت ضغط، بيلعب براحته، مش هقول لك النتيجه مش فارقه، بس هو بيأدي اللي عليه، مفيش جمهور في ظهره، مفيش سوشيال ميديا، ما بيبصش لبطوله،
يعني مع احترامي الكامل طبعا فرقة الجونة بتبقى عايزة يعني الطموح ان هي تبقى مربع ذهبي او عشان نبقى واقعيين يعني، غير اما بتيجي للنادي الاهلي نادي القرن وبطل افريقيا والجمهور ما بيتهونش في ماتش، يعني لو ماتش التعادل ده بيبقى عليك. يعني يوم صعب جدا على الجمهور واللعيبة والإدارة والدنيا كلها، بيلعب في وسط نجوم كبار، يعني يمكن هو هناك كان سار الأضواء لأن هو كمستوى عالي شوية عن المجموعة، لا أنت بتلعب في وسط نجوم لها تقلها ولها أسعارها التسويقية، فهنشوفه بقى. أنا يعني مش عايز أحكم عليه قوي، الماتش اللي فات طبعا لازم يبقى متوتر حتى وان كان لعيب محترف، ده العادي جدا جدا، بس ليك تحكم عن على شخصيته في الملعب، حكمت على شخصيته في الملعب؟ بصي هو هو يمكن برضه حظه ان ان لعب في ماتش متقفل مقفول قوي يعني فرقه رزله عارفه مساحات ضيقه قوي معاه واحد لازق فيه مساك لازق فيه لان عارف خطورته هو كمان خلي بالك حته انه عايز يبقى كويس واخده من تفكيره يعني هو نازل بول. اي واحد كده يعني انا اول هاني ما لعبت مثلا يعني لو هخرج عن الموضوع سنه كده لعبت في تونس اول مباراه ليا يعني في نادي ولو جمهور وكده وانا جاي من مصر واول محترف مصر في تونس كلها وعليا بقى عزق وبعدين ناس طبعا مش هاد موجودي اساسا هناك طبعا طبعا وبلعب مكان كابتن الفرقه فنزل عليا ضغوط فظيعه واول ماتش ليا كان هناك النجم الساحلي في سوسه عايز تزبط. فرقه يعني جامده جدا فانا يعني الضغط اللي عليا ان انا عايز ابقى كويس محدش هيصبر عليا لان انت عارفه النظره الاولى بتفرق في الاداء فكل تفكيري ان انا مش عايز اغلط عايز ابقى كويس عايز ازود حته عايز اعمل بتدي عليا اعباء ما حسيتهاش في الماتشات اللي بعد كده كذلك هو بواليا نفس القصه عليه ضغط جامد وبعدين ده راجل هداف انت مش في نص الملعب بتبتدي تقفلي بتباصي صح مش عايزه تغلطي هداف يعني اول حاجه الف به كده اول حاجه هدف عايز اجيب شغلتك بول. شغلتك اللي هيفرق معايا مع الناس خلي بالك الكابتن عدم وجود قفشه في اول مباراه ممكن يكون طبعا يعني انا في اعتقادي لان كانوا تقريبا شبه بعض يعني بتكلم على طاهر وهو وبتكلم على حسين الشحات الكور القليله تحس ان هم شبه بعض ما فيش حد يوصل له بمعنى الكور القليله اللي راحت له حطها فوق الممتاز طلع ركب في وسط الاثنين مساكين وحطها طلقه يعني فوق العارضه الوحيده اللي جت صح لان ما كانش فيه فرصه انك تعملي كروسات في الشوط الاولاني يمكن هو الراجل حب برضو يريحه شويه برضو عشان الضغوط ويدي فرصه لمحمد شريف ان هو ينزل يعني محتاج سرعات وحاجات كده وحس ان البدني بتاع الفرقه الثانيه نزل فعمليه الضغط وعمليه التكتل فكت شويه بدليل ان انت محمد شريف راح بكذا كوره كذا كوره انفراد لوحده انت فاهمه ازاي فيمكن ده سبب تغييره انما اعتقد انه طبعا هيديله هتلاقي الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله يثبت وجوده ويبقى احسن وهو ديتها زي ما بقول لك من الفرود انت فلافيو قعد قد ايه؟ قعد موسم كامل يعني مفيش الا حاجه وكان متعصب وعايز يجيب لان زي ما بقول لك الفرود او المهاجم الف به لازم يهدف اهداف ربنا كرم فلافيو ان هو سخر له واحد يصبر عليه لانه عارف امكانياته وعارف وضعه ان شاء الله موسيماني هيدي فرصه لبواليا ان هو يثبت برضو حقيته بالنادي الاهلي وانت محتاج برضو انت عارف لازم ترسانه لعيبه وانت رايح يعني مسافر يعني طبعا بالزبط. عايزين قبل ما نروح لمباراه الانتاج المهمه في الدوري تمام. نتكلم عن وليد سليمان واهميته بالرغم من ان هو يعني ما لعبش غير دقائق قليله قوي بس يعني بس لا وليد موجود وليد بتعليمات المدير الفني حاضر اللعيبه حتى اللي بتعمل له حساب في الملعب لا يعني ده شفناه بشكل كبير قوي بصي وليد طبعا انا بالنسبه لي يعني وانا قلت الكلام ده قبل كده من احب اللعيبه الى قلبي يعني في النادي الاهلي وليد انا عمري ما شفته في ماتش وان كان حتى ماتش مثلا بالنسبه له تحس ان هو الاداء مش قوي انما هو بيلعب بروح قويه جدا في كل المباريات مفيش كره بتيجي لوليد في الملعب كره مشتركه وبحس ان هو متراخي فيها او عامل كده كنت احس بوليد حماسه تحسي في الالتحامات دايما يعني اي طبعا بيبقى متحمس دايما عايز هو اللي ياخد الكوره عايز اللي يروح على الجون عايز يجيب جون عايز فتحسي وليد حتى
يعني في وضعه دلوقتي ان هو يعتبر من اكبر اللعيبه في سنا في الملعب، انما اداؤه على المستوى الاداء وعلى مستوى الالتحامات زي ما بقول لك وعلى حتى مستوى الاهداف، لا هو السكور عالي، سكور عالي قوي جدا في الحته دي. حتى عدد الدقائق اللي بيلعبها نسبه بعدد التهديف او الفرص اللي بيخلقها او الباصات او الاسيستات او الحاجات دي كلها، انتاجه كبير يا كابتن فؤاد. انتاجه كبير في وقت اللي بياخده، ودي مهمه بالزبط. جدا جدا يعني دي مهمه. في لعيب بياخد ال 90 دقيقه بتلاقي انتاجه ربع وليد، صحيح، انما وليد بتقيسها بالتايمنج يعني. طبعا طبعا انا نازل، ما انا بالذات اللعيب اللي زي وليد اللي صانع الالعاب احيانا وهداف احيانا اخرى، ما هو مطلوب منه الكلام ده، الباصه ازاي، القصه ازاي. بصي انت اللعيبه الدرجات مختلفه ما بين المدافعين ونص الملعب والفراوده على حسب الاهميه والخطوره. في لعيبه في الملعب كده لو ما كانتش كويسه بتحس ان في دربكه في الفرقه، اماكن معينه مثلا زي مثلا اخر واحد لو مش كويس او واحد من المساكين بيوتر الدنيا كلها، بيوتر الدنيا كلها، بتحس ان الملعب اتشقلب. طبيعي، وهاني عارف طبعا الكلام ده. طبيعي، لو حسيتي ان صانع الالعاب مش موجود او مش في يومه برضو تحس ان الاداء متغير، لان صانع الالعاب بيبقى رابط ما بين نص الملعب والمهاجمين ودوره في انه يدي بساط طبعا الناس تروح على الجون او احيانا يهدف. فوليد الحمد لله يعني يسيله كده الماتشات بتاعته كلها حتى اللي بياخد فيها وقت قليل انتاجه فيها بيبقى عالي، وما ينفعش تلاقي وليد في الملعب واللعيبه اللي حواليه مش متحمسه. لا لا، هو اللعيب جنبه بيلعب بطرف. انا بقول هو ده اللي شفناه فارق قوي في الملعب لما نزل وليد. وبعدين وليد رصيده عند النادي وعند الجمهور كبير قوي، بطولات كتيره قوي، عطاء كتير قوي، اهداف مؤثره كتيرة جدا جدا سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية. فلا وليد بجانب كل الكلام ده دايما بيجي دور دور الأخلاق، ووليد معروف عنه أنه ما بيسببش أي مشكلة مع أي مدرب، ما عندوش مشكلة مع زمايله، ما عندوش مشكلة مع مدرب خالص. فدي كمان أنا بالنسبة لي مهمة جدا، أن ممكن تكون لعيب كويس قوي في الملعب هايل، لكن الحتة اللي بره الملعب دي كمان دي كمان كبيرة. أنت عمرك سمعت مشكلة الوليد في تجديد العقد؟ لا خالص، لا خالص. بصي بقى لي كام سنة في النادي الأهلي وجدد كذا مرة، عمرك شفت أصل وليد مستني عشان بيتفق بس على مش عارف إيه، أصل وليد جاي له إيه؟ عمرنا ما سمعنا الكلام ده خالص خالص. ودي برضو ميزة الجمهور ما بينساش يا جماعة الحاجات الصغيرة دي. مثال التوقيع على بياض، يعني إذا كانوا فاكرين إن الجمهور لبعض اللعيبة يعني فاكرة إن الجمهور ده بيتفرج على ماتش وخلاص، ده في هاني وأنت عارف جمهور طبعا. تاريخ كاتب التاريخ كده. انا بقابل ناس طبعا كبار عشان انا كنت بقى من الجيل القديم شويه، فالناس تقول لي فاكر ماتش كذا وفاكر ماتش كذا والموقف الفلاني والمش انا مش فاكر. اقول له فعلا ده ايه ده؟ والله يعني ساعات حد يبعت لي صور اقول يا نهار ابيض ده جاب الصوره دي منين؟ ده انا مش ده في ماتش ايه ده؟ او احاول ابص بقى في الاستاد ده استاد المحله ولا. ففي ناس حافظه تاريخ النادي الاهلي وتاريخ اللعيبه ومين مواقفه مع النادي الاهلي أكتر كويسه منكو. ومين مواقفه نص كم مع النادي ومين طبعًا. كذا ومين يعني انت فاهم ازاي. فوليد الحقيقه يعني زي ما هاني بيقول بره الملعب وجوه الملعب شخصيه قائد محترم، وجوده مهم ان شاء الله ربنا نديله الصحه يعني، وان شاء الله يستمر في الملعب لغايه ما هو يقول انا يا جماعه متشكر بقى ربنا يديله الصحه. نتكلم على واحد لعب في مركزي انا وانت بدر بنون. بدر بنون هرجع شويه من ورا، وحتى بعض جماهير النادي الاهلي كانت مش عارفين امكانياته، شاكين شويه، اصل ماتش الرجاء مع الزمالك ما كانش كويس، فبدا انا في اعتقادي بدا بدايه اكتر من رائعه، وكل مباراه بيثبت انه لا انه يعني مختلف، مدافع مختلف، وصفقه كبيره للنادي الاهلي. بص هاني طبعا المركز بتاعنا نقدر نتكلم فيه كويس قوي يعني، ودايما زي ما بقول لك انت او انا بنحس بيه اكتر يا كابتن. طبعا بتحط عينك دايما على الراجل اللي بيلعب في مكانك، صح؟ يعني بيبقى بالطبيعه كده لان في حاجات في الكوره كمان عايزه سنس، في تغطيه معينه، في كوره معينه كانت لازم تعمل، يعني حافظين الحته بتاعتنا يعني. بدر بنون كمل حته مهمه جدا كانت غايبه في النادي الاهلي،
انك لما تقطعي الكوره في كوره مثلا مرتده عليكي او كوره مع مهاجم تقطعيها وتديها واحده شلوت لقدام. طب ممكن يا كابتن بعد اذنك نكمل بعد ما ناخد بقى كابتن علاء نبيل على التليفون. حبيب قلبي حبيبي. الو. يا سلام، ازيك؟ ايه يا كابتن حبيبي، الحمد لله على السلامه. الله يخليك. والله لسه يعني حالا دلوقتي بس ركبت مع ابني، احنا شفنا وجود بعنينا يعني. لا بعد الشر. لا الف سلامه عليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن هاني، ازيك حبيبي؟ مساء الخير يا كابتن. كلمتك علاء، كلمتك كتير قوي، اطمن عليك. مش عارف اطمن عليك على الدائري والصوت مش مسموع، والموضوع كان كبير قوي. احنا انا شفت الصور، شفت الصور، ماشي بالعربيه و لقيت مرة واحدة الجمعية السواق العربية قبضت من ورا جامد جدا بقبضة غير طبيعية، قبضت في الإزاز قدام، وبعدين دخلنا بقى في الحاجز الخرساني في النص ده، اتخبط والرد تاني في الطريق، نتخبط بالجنب والعربية لفت مننا لغاية لما اللي وقفنا بس الحديد اللي هو احنا كسرنا الخرسانة، الحديد هو اللي حشنا يعني. شفنا الصور يا كابتن. الحمد لله يعني. ألف سلامة عليك يا كابتن. طبعا اهم حاجه سلامتك طبعا، كنا نتمنى اكيد ان حضرتك تكون موجود معانا والله كابتن محمد، لكن سلامتك يعني انت تجيبني وتسيبني كده والله حشيش على بعض يعني. الناس كلها منتظراني والله، ولقيت مكالمات جامده جدا دلوقتي، اتاريك انتوا يعني اعلنتوا الموقف يعني. انت عارف علاء، انا بقول لهم علاء على قد كده يعني، بيخاف قوي لو في حاجه فرقعت مثلا جنبه بيقوم يتنطر، فانا متخيل حالتك. انا متخيل حالتك كانت عامله ازاي. خبطه قويه، واحد مش على الاقل 160 170 دخل فيك مره واحده، هو مش العربيه هربت منه فدخل فيك من ورا كده. يا نهار ابيض. العربيه يعني الله يكون في عون السواق، عربيته باظت من الاخر يعني، عربيته باظت خالص فعلا، شايف العربيه بايظه خالص. ربنا سترها الحمد لله، وبشكركم وان شاء الله تتعوض ويواجه البرنامج الجميل بتاعك. ربنا حماك من اعمالك الكويسه علاء. الحمد لله والله صحيح يعني. الحمد لله. سلامتك يا كابتن علاء. وكان عندي حاجات كمان. بقى المشت ومش المشت والقصص دي والمواضيع دي انت عارفها. تتأجل بقى عشيش والله. والله كنت قاعد محضرين حلقه حلوه. قوي قوي. قوي. هم عرفوا ان انا رايح مع الكابتن هاني وسهام، بدأنا بقى ينقوا علينا. خدت عين. كابتن دايما بتشرفنا هنا في البيت الكبير، ومش دي يعني لا أول مرة ولا آخر مرة تشرفنا فيها أكيد. وأهم حاجة سلامتك، والسائق كمان بنقول له الحمد لله على السلامة، لان العربيه انا برضو شفت الصور، الموضوع كان كبير شديد قوي يعني. الحمد لله والله، الحمد لله. سلامتك يا حبيبي. سلامتك، الف سلامه. متشكرين جدا. مش هحكي حاجه علاء بقى، ها مستنيينك يا كابتن علاء. مستنيينك. الله يخليك. ماشي حبيبي، مستنيينك. الف سلامه يا كابتن. الف سلامه. الف سلامه. صوته صوته الحمد لله، بس احسن. الحمد لله كويس. طمنا برضو عليه. وحش قوي على الدهر. احنا كنا بنقول ايه؟ على بدر بنون. على بدر بنون. اكتر واحد يحس بالمرك وعينك تيجي عليه. طبعاً. ولا انت كنت طبعا ده من اول دقيقه اما النادي الاهلي يجيب النادي الاهلي مش كل يوم بيجيب مساك يعني محترف. يجيب راس حربه، يجيب انما مساك دي لازم مش اي حد يعني. وخصوصا ان المكان ده على تاريخ النادي الاهلي، كان فيه طبعا فطاحل يعني، ومنهم الكابتن هاني طبعا، يعني كان حاجه جامده جدا يعني. فدايما انا ببص على الحته دي، زي ما بقول لك المساكين عندنا يعني كان عندهم برضو ايه حته انه ما يقطع كوره يا دوبك بس ايه يعني يبعد الكوره عن المهاجم وديها مثلا لواحده في الاوت او حاجه طويله يعني. هو بقى عنده الميزه دي انه ازاي يستخلص الكوره بحيث ان هو يهرب من المهاجم ويحطها لواحد في نص الملعب. بيبقى تقريبا ضرب خط كامل في الكوره. بتبقى في مثلا على الاقل اتنين مثلا من اللعيبه بره الكوره او بره اللعب. فده بيدي فرصه لمساحات، لان بيبتدي اللعيبه الثانيه تطلع تقابل، بيتخلق مساحات. فالموضوع ده يمكن الناس ما تحسش بيه، انما الموضوع اللي الناس مركزه في الكوره وعارفه مدربين زي الكابتن هاني بيبقى عارف الحته دي ازاي. لو طلعت الكوره في الهجمه بتعتبر هجمه مرتده عليك، انت بتهاجمي فرقه بتهاجمك وبتقطعي تستخلصي وبتوصليها لنص الملعب بسرعه، دي بتبدا في بدايه الهجمه بتبقى هجمه سريعه دايما خطر. غير ان هو بقى كمان واثق من نفسه، وانا بيعجبني اللعيب بقى الواثق من انا عن نفسي انا كنت ممكن ارقص في ال 18 او كان المدربين ساعات بيتصوت يعني مننا بيصرخ وبتاع يعني. انا فاكر مره يمكن اجيب لكم اللقطه دي، كنا بنلعب هاني في الاولمبي اسكندريه،
ماتش فرقه الاولمبي بقى مع افراطه، وكان بيلعب السويسي لعيب من اللعيبه الثقيله دي، وانا جات لي الكوره وبص بقى الجبروت اللي انا عملته، خدتها من فوقه عكس الاتجاه، يعني انت ممكن تاخدها من فوقه كده وتمشي يبقى وشك للملعب، لا ده انا خدتها العكس ورايح على جوني، يعني لو هو قطع راح يعني الكره في اتجاه جول. تخيل بقى عندي الكره دي، كانت طبعا ثقه وانا بعملها وانا واثق فيها، كان ممكن اغير الملعب مثلا من ناحيه الشمال ناحيه اليمين، كره تشيب كده من فوق المهاجم، في حاجات كده بتبقى نوع من الثقه، الراجل ده بيعملها وبيعملها كويس قوي بدر. ثقته بنفسه خلى موسيماني يديله ضربات جزاء، من الناس اللي هي بتشوط ضربات جزاء دلوقتي، ما هو المدرب عارف برضو الراجل ده واثق من نفسه ولا اي كلام، وتجارب حط كورتين ضربتين جزاء مظبوط، وغير مش حته واحده كمان يعني، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي، وتحسي برضو احساس لعيب الكوره، في لعيب كوره بيبقى داخل على ضربه الجزاء سام مخضوض وان كان لعيب كويس، انما ده داخل بكل ثقه وعارف هو عاملها فين صحيح، واخد فهو عنده ثبات انفعالي كده، عنده حاجه كمان كويسه قوي طبعا عشان هو طويل فبيلعب كره عاليه، ودي كانت برضو محققه شويه مشاكل عندنا برضو في بعض الاحيان، فانت الحقيقه عندك لعيب متميز بيلعب لعيب كوره تحت هيبتدي يطور كمان من الاداء، هو مش ده كل اللي عنده، انا متخيل ان هو لسه بيزيد كمان بيزيد، يعني ابتدى يكمل يعني عدى نص الملعب شويه، ما احنا شفناه كمان بص انت مركز ازاي في الحته دي طبعا في كور كمان انت عارفه المساك لما بيطلع بكوره ويكون هجمه اذا كان كورنر لينا ولا حاجه ويطلع يلعبها، المساك اول ما بيلعبها كده واخد بالك ازاي ممكن تلاقيه بيرجع جاري سبرنت عشان يلحق مكانه، هو لو لقى الكوره في اللعب بيفضل واقف عشان ممكن يروق يعني، فالحاجات كده في حاجات معينه، هو طبعا ما شاء الله لعيب كويس، وصعب برضو ان لعيب يعني في المركز ده والحته دي يتاقلم بسرعه هاني، ما تحسش ان هو لسه جديد، لا بالظبط بالظبط، فمد الثقه كل الناس اللي حواليه خالص كمان. ما انا المساك اللي جنبي لو مكهرب هيكهربني انا، لان احنا كل اللعب بتاعنا مرتبط ببعض طبعا، واحد بيروح يمسك التاني بيغطي بينزل شويه تحت، فلو هو بتحركات غلط انا هيبقى في لخبطه، فهو حاسس انه مدي ثقه كمان للباكين، لانه برضو في بعض الاحيان لو هو ماسك مثلا وكره هتعدي الباك الشمال او اليمين بيروح يغطي، في حاجات معينه كده انا حاسس ان هو بيلعب بهدوء واثق من نفسه، اضافه ما شاء الله للنادي الاهلي يعني. طيب احنا بعد الفاصل، هل موسيماني يقدر يعتمد على نفس التشكيل في المباراه المرتقبه مباراه الاهلي والانتاج الحربي؟ بعد الفاصل نسال كابتن محمد حشيش في البيت الكبير. بنتكلم عن ماتش مهم جدا للاهلي مع الانتاج الحربي يوم الثلاثاء اللي جاي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن تحليل الاداء شويه للاهلي لما لاعب سيراميكا الانتاج الحربي، هل موسيماني هيواجه الانتاج بنفس التشكيل اللي اعتمد عليه ضد سيراميكا؟ اعتقد لا، يعني هو ممكن يبتدي بما نهى ماتش سيراميكا، لازم يرجع طبعا صانع الالعاب، ودي مهمه جدا جدا، لان زي ما قلنا احنا قبل كده ان هو الناس حست بفرق كبير بين الشوط الاولاني والثاني في اداء النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي في الشوط الاولاني بتاع سيراميكا كان بيدافع وكان يعني بيحاول يعني يعمل بعض الهجمات بتتكسر سواء ناحيه الاطراف او من نص الملعب، ابتدى الريتم يبقى اعلى وابتدت المساحات تبان وابتدت البساط وابتدى الخطوره على المرمى وابتدى يوصل ناس توصل للمرمى، شفنا انفرادات وفي جوان ما اتحسبتش وفي حاجات كده غريبه حصلت، الاداء مختلف تماما، فهو اعتقد ان مع فرقه الانتاج هيلعب ببلاي ميكر، وخصوصا ان ما اعتقدش الانتاج الحربي او كابتن مختار هيقفل التقفيله دي، ليه؟ لان هو برضو كابتن مختار بيلعب برضو لعب هجومي من على الاطراف، عنده سرعات على الاطراف دايما بيحب يلعب، فمش هتلاقي الخنقه بتاع نص الملعب هاني. وانا معاك، وحتى لو الكابتن مختار شويه ومش معاه الكوره بيبقى متحفظ شويه في نص الملعب بالزبط. فانت لازم محتاج واحد عنده الحلول انه يقف على كورته شويه بالظبط كده، انه يوصل ما نخسرش، حتى عمليه الاستحواذ في وقت من الاوقات بتكون مهمه، الناس بتتكلم استحواذ ايجابي لكن في وقت من الاوقات لازم تمسك الكره وتنقل اكتر من نقله علشان حتى توصل للخصم، لا ان انا متحكم في الريتم نفسه يعني. انت عندك مشكله كان في الماتش اللي فات برضو الميس باس
طبعا المس باس كانت مسببه قلق لخط الظهر عندنا، لان كانت بتتقطع من ديانج، عمل اكتر من واحده، حمدي فتحي، اكرم، كور بتتقطع في نص الملعب بتمثل ما اي كره تتقطع في نص الملعب بتمثل خطوره عليكي مع اي فرقه كانت يعني، وبتفرق فرقه عن فرقه بقى في الفينشنج يعني بتاعها. انما المباراه اللي جايه بتاع الانتاج مش عايزه الغلطات دي في نص الملعب، عايزه واحد يكون زي قفشه كده بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يسلم الكوره، بيعرف يعني اي حد مزنوق. احنا برضو في بعض اللعيبه ما عندهاش حلول، يعني في بعض اللعيبه ما هو دي قدرات بين اللعيبه، ايه اللي فرق البلاي ميكر عن الراجل الديفندر؟ الديفندر ده راجل قوي وبيعرف يقطع كويس ويباصي، غير ما عندوش حته بقى ان انا امسك الكره وممكن واحد على واحد ارقص وممكن ادي باصه حلوه توصل واحد للمرمى، اتحكم في رتم لعب. قفشه يريد الحلول، هو قفشه اللي بيعمل الحته دي. المس باس الماتش اللي جاي فيه خطوره، لان كابتن مختار عنده اطراف دايما متعود يلعب مع النادي الاهلي الاطراف، لانه حاسس دايما ان خطوره النادي الاهلي في الاطراف ومش الاطراف الاماميه الخلفيه، سواء معلول او الباك رايت دايما بيهاجمه، فهو دايما بيلعب على الحتت الفاضيه اللي وراه في جميع الماتشات والسنين اللي فاتت اللي مسك فيها الانتاج الحربي، وعنده لعيبه، بعض اللعيبه عندها سرعات انها تقدر تعمل الحته دي. فانت محتاجه ان الاستحواذ يبقى صح، مفيش ميس باص في نص الملعب، يبقى في صانع العاب يوصلك، لان بقول لك مش هتلاقي برضو المباراه متقفله زي سيراميكا. برضو تاريخ الانتاج في الدوري غير سيراميكا، سيراميكا برضو لسه نازل بلعب النادي الاهلي لاول مره في حياته، فعايز يقفل وتحت الكوره، لا انما الانتاج في معاهم مدرب عنده طموح في المكسب، تعادل معانا السنه اللي فاتت. بس الموسم اللي فات الانتاج كان اقوى، يعني احنا عشنا هنا مباريات الدوري كلها طبعاً. والانتاج الموسم اللي فات كان عندك احمد شريف قناوي، كان عندك البدري، انت الموسم دوت يمكن احمد انت الموسم دوت يمكن فقدت اهم اللعيبه في الانتاج. انا معاكي، بس بصي اي لعيب بيلعب النادي الاهلي بتدب فيه الروح، بيبقى متحمس وبيبقى عايز يطلع ما عنده، لان هو يعني النادي الاهلي بالنسبه له او نادي الزمالك لما بيلعب الزمالك بيبقى هو ده اللي سبوت عليه، متشاف سواء من جهاز منتخب، سواء من بيسوق نفسه مع للموسم اللي بعده، فكل واحد قدام النادي الاهلي دايما قدام البطل، وده قدر النادي الاهلي ان اي فرقه جايه تلعبه اولا بتبذل كل طاقه، كل اللعيبه اللي بتلعب بتبقى عايز تدي اكبر اداء ليها، لان الناس بتحكم عليه بيحكم عليهم من مباراه النادي الاهلي، فكله بيبقى متحمس عايز يعمل اي نتيجه، اي نتيجه بالنسبه لاي فرقه، حتى الدروم عن النادي الاهلي البطل اللي هو ما بيتغلبش بالنسبه له مكسب وبالنسبه له مباراه قويه. فمن هنا دايما مرتاح كمان، انت عنده ماتش مع سموحه تاجل يوم الخميس اللي فات، فانت مرتاح اكتر يعني منك، هو مرتاح اكتر منك، فمن هنا بتكمن خطوره اي فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي، وخصوصا بقى لما يكون معاها مدرب كبير زي الكابتن مختار، عارف مفاتيح لعب النادي الاهلي. انما النادي الاهلي انا شايفه الشوط الثاني الماتش اللي فات كان طبعا ادى اداء عالي والمستوى، بس يبدا بقى كده يعني عايزينه يبقى المباراه 90 دقيقه كده. طب انا هتكلم مع حضرتك في نقطه، يعني نقطه مهمه جدا. انا شايف انها مهمه، لو حضرتك شايف ان النادي الاهلي او احنا كلنا شايفين ان النادي الاهلي ممكن بشكل كبير يبقى اداؤه متزن في وجود بلاي ميكر، تمام، ما تفتكرش ممكن ان مثلا موسيماني كان بيفكر طب لا قدر الله غياب مثلا او اصابه لا قدر الله قفشه ايه الحلول اللي تكون موجوده؟ ما ممكن يكون بفكر بهذا الجزء، يعني احنا لا كمان جماهير النادي الاهلي وانا واحد منهم وحضرتك واحد منهم، لو بنتكلم مثلا على الباك اليمين في ناس بتادي لكن مش باك يمين طبعا. طب بديل قفشه، ما لازم برضو نفكر بالصوت دوت بديل قفشه. انا مش شايف بديل لقفشه غير وليد سليمان، يعني دايما هو لما يتزنق قفشه مثلا عنده حاجه، بس برضو طبيعه لعب وليد مش زي قفشه، في بلاي ميكر بيبقى في الحته القدامانيه دي بيجيد الحته القدامانيه اللي قبل ال 18. قفشه بينزل يستلم الكوره من الديفندرات وبيتحرك وبيروح بالكوره راس واحد على واحد وبيروح
يمكن وليد بيميل لحته برضو اللي هي قدام ال 18 هاني شويه عشان ممكن ساعات وليد وساعات ينزل على الاطراف شويه على الاطراف عشان عدلته شويه على لكن مش شايف ان انا يعني شايف ان غياب ناصر ماهر بالذات واصابه ناصر طبعًا ماهر طبعًا كان هو الشكل الموديل البديل لقفشه مثلا. كلامك مظبوط مليون في الميه، ويمكن هو موسيماني طلب انه يرجع لما شافه عشان يأدي الحته دي، لان المباريات كثيره ومحدش هيقدر يعني قفشه ما ينفعش على طول الخط، لا قدر الله بتيجي اصابه بتيجي اجهاد معين، فكان لازم يعني حاجه زي دي. هل هو بيفكر في حاجه زي كده موسيماني مثلا انه ممكن يعني يستقدم مثلا حاجه زي كده مثلا؟ والله لا، احنا بنتكلم يعني بندردش ان احنا بنتكلم على اسلوب النادي الاهلي لازم يكون في بلاي ميكر. انا افضل بلاي ميكر موجود اعتقد حتى على مستوى الدوري قفشه طبعا، وغيابه بيأثر شويه طبعا. طب يعني غيابه ده يتعوض يا ترى بطريقه 4-3-3، يا ترى بطريقه 4-4-2؟ فممكن يكون موسيماني الشوط الاولاني بيفكر طب لو قفشه مش معايا طب ايه هنلعب ازاي بثلاثه في نص الملعب يعني بالظبط. بس هو حاليا يعني الماتش اللي فات اثبت انه ايه مهم ان يكون موجود بلاي ميكر او بديل ليه. بديل ليه مين بقى؟ هي دي يعني الصعبه شويه. يعني ممكن اقدر اقول لو السوليه مثلا كان موجود وحطيته في الحته اللي قدام، لو هيلعب ثلاثه ديفندرات ممكن احط السوليه قدامهم شويه، لان هو برضو بيجد البساط والحاجات اللي بيعملها تشيب بيقدر يعملها بالشوت، يعني يقدر يوزن. بس برضو هاني مش هيبقى زي الراجل دي شغلته طبعا صنعته الحته دي في الاستلام والمراغه وانه يبص. قفشه ساعات بيبص، هو بيبص على العمياني لانه عنده حس البلاي ميكر ازاي يحط الباصه. فهو يعني لا غنى عن الحته دي، لازم عموما في اي فرقه لازم يبقى في واحد هو اللي بيستحوذ على الكوره وهو اللي بيعمل استحواذ وهو اللي بيعمل بص واحد على واحد. دي يا جماعه ما هي مهمه جدا، ما هي الاجوان بتيجي من ايه؟ لو فضلتي تلعبي اللعب التقليدي من اليمين للشمال واسلمها عشان الاقي حته فاضيه، ممكن افضل كده الفرقه اللي قدامي مقفله مش هوصل. انما انت لازم تضرب واحد على واحد بالكره عشان تخلق المساحات. او فكره تانية ان نص الملعب يكون بشكل مختلف شويه. لو اتكلمنا مثلا مقارنه ليفربول مثلا بيلعب 4-3-3 ما فيهوش بلاي ميكر بالزبط. لكن اسلوب لعب او الثلاثه بتوع نص الملعب عندهم الامكانيات، في واحد بوكس تو بوكس اتنين منهم بيزيدوا سرعات من الجناب، فده تشكيله مختلفه. الثلاثه عندهم القدرات الهجوميه وبيريحوا بعض، يعني وبيريحوا بعض بيقدروا يروحوا ويكمل ويروحوا. انما انا عندي الاحساس ان هو يعني اكرم وديانج وكده يعني برضو الثلاثه دي كانت الامكانيات الهجوميه مختلفه خالص، عشان كده كانت مقصره. مع ان انت خلي بالك في بعض الاحيان انت بتحتاجي دايما واحد من الديفندرات لازم يكمل لما تكون الدنيا مقفله، لازم يكمل. لان انا ممكن انا لو مدرب قدام النادي الاهلي ممكن اخلي واحد مان تو مان مع قفشه في اي حته. وفي بعض المدربين بتفكر في دايما في مفاتيح اللعب ازاي تبقى ماسكاهم، يقول لك انا اعطل واحد مع واحد واخسر واحد من فرقتي وهو يخسر واحد مهم. الكوتي زمان كان اهلي وزمالك كان دايما كابتن شطه كان لسه جديد موضوع الديفندر، كان يقول له انت امسك مثلا كابتن فاروق جعفر، ما خلاص انت هو مش يعني لغي اثنين، كان الناس بتلعب 10 و10 خلاص ده مع ده، لان هو اللي كان صانع الالعاب وهو حلقه الاتصال وهو المعلم في نص الملعب وهو فبيلغي الحته دي. في دايما مدربين يعني بيلعب دايما على الفرق اللي قدامه، يبص مفاتيح اللعب فين، يبص الخطوره منين يقفلها، فده احد مفاتيح اللعب اللي ممكن يتقفل. ففي الوقت ده انت بتبقي محتاجه ان تطلعي واحد تاني مكان الراجل ده، لان البلاي ميكر هاني لو حس انه دايما واحد معاه ممسوك انا ممكن اخرج بيه بره الملعب افضي مساحات يطلع الاطراف اكتر، الغي نفسي انا واطلع الاطراف واخلي الحته. ودي بعض اللي هي الاسلحه البديله بقى للحته دي. فانت عايزه واحد يكون برضه على مستوى عالي بيقدر يكمل، هو مش ان انا اقدر اكمل بس واشوط من بعيد ولا اباصي على الجناب، لا ان انا اقدر اعمل الاختراقات دي مهمه جدا، اعمل الاختراقات اعمل دبل باص واروح، مش بس ان انا بكمل يعني قدامي اروح معاملها للطرف اليمين او الطرف الشمال. فاحنا برضو لازم يبقى في برضو تطوير في الناحيه دي بشكل من الاشكال على تحسبا لو
لا قدر الله مثلا قفشه مش موجود يعني. سريعا جدا عايزين نتكلم عن النغمه اللي يوم الجمعه تقريبا طلعت مجموعه الاهلي فرعه كاف في دوري ابطال افريقيا للسنه دي ان شاء الله. قول لي بقى ملوش لازمه ليه؟ لان دلوقتي مفيش فرقه قويه وفرقه ضعيفه. الفرق كلها قويه، ناس بتلعب في بطوله الابطال. هقول لك معلش لو كونفدراليه هقول في بعض الفرق تعبانه وبالذات في الادوار التمهيديه. حتى الابطال هنقول ان في الادوار التمهيديه في بعض الفرق تعبانه، انما تخش دوري المجموعات لا، فرق لها تاريخ ولها اسم وكده. وزي ما احنا بنقول انت بتروحي تلعبي في اجواء صعبه في افريقيا وتحكيم و و و و، فانت مش ضامنه انك لا قدر الله يحصل حاجه بره وترجعي تعوضي عندك في ارضك. فانا شايف ان دي قرعه، وشايف ان الفرق لا يستهان بها اللي هي مع النادي الاهلي، ودي كره قدم وكره ما بتعرفش دلوقتي صغير وكبير، وكله بيلعب على انه يحسن مستواه ويوصل يتاهل من دور المجموعات. اي فرقه مع النادي الاهلي اللي موجودين بتفكر ان هي ازاي تتاهل، هو مش جاي بس فرحان انه مشارك وخلاص، مش تمثيل شرفي لا يعني. طبعا لا اللي طبعا بيوصل لدور المجموعات عايز يخش ويكمل. وبقى دلوقتي في الفرق كلها بتعمل، الفرق طبعا لها تاريخ في افريقيا، تعمل تدعيمات عشان يعني تكمل. فانا شايف ان دي كوره وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بقى يتغلب، وعايزين العشره ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. والمشوار دايما دايما بنقول، حتى دور ال 32 كنا بنتكلم على سونديب مثلا، وكسبنا بشكل كويس، دخلنا دور المجموعات مع فرق يعني. اول مباراه المريخ وانت عارف كابتن، حتى مباراه المريخ ان شاء الله في القاهره، لكن مباراه العوده في المريخ، وعارف قد ايه صعبه جدا الفرقه السودانيه. صعبه لا جدا. وجوميز كمان اللي كان ماسك الاسماعيلي عارفه كويس قوي، واريك يعني ديربي كمان ديربي دايما في ديربي بين مصر والسودان صح، يعني وادي النيل الحته دي دايما طول عمرنا. فرق السودان فرق قويه عندهم طبعا يعني شعبيه، سواء المريخ او الهلال شعبيه قويه جدا صحيح. جدا بيلعبوا بحماس قدام الفرق المصريه، وخصوصا طبعا النادي الاهلي. وشفنا احنا البطوله اللي فاتت، وشفنا الهلال، وشفنا الماتشات اللي كانت صعبه جدا جدا. فانت عندك فرقه صعبه، مش فرقه سهله، ومعاها ودلوقتي بقى بيجيبوا مدربين على مستوى عالي. فلا الفرق قويه، والبدايه صعبه، وبدايه طبعا عندك صح، انما انت راحه هناك، ودوري المجموعات برضو اللي بيقدر يلم نقاط في الاول بيستريح. يعني شفنا السنه اللي فاتت انت اول ماتش كان بره خسرت فيه اللي هو فعل اللي احنا قلنا عليه ده، وكنت لغايه اخر لحظه في توتر، في لان الفرق كلها كانت قريبه، النقاط كانت قريبه من بعضها، فطبعا كانت مشكله. فاحنا نتمنى ان شاء الله باذن الله من البدايه، واعتقد يعني موسيماني عنده باع في افريقيا كبير، هنشوفه بقى من بدايه البطوله، لان مر عليه الفرق دي كتير في افريقيا. فان شاء الله باذن الله يبقى الوضع من البدايه مستريح ونتاهل يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ودايما بنقول يا كابتن، هو المشوار الاصعب دايما هو في حتى الصعود بعد دور المجموعات. خلينا نتكلم الثمانيه اللي هيوصلوا من دور ال 16 او دور المجموعات، هو دول اعتقد بيبقى التقيله يعني خلاصه افريقيا. لكن بنتكلم على المفاجات اللي وارده في طبعًا. زي مثلا خروج الرجاء من بطل السنغال او من احد فرق السنغال، كانت مفاجاه كبيره، هزيمه مثلا الوداد في مباراه الذهاب مع الملعب المالي 1-0، لكن صعوده بعد كده. لكن دايما النادي الاهلي، وده اللي يمكن بيفكر فيه الاداره الفنيه النادي الاهلي، ان يكون عندك السكاوت كبير طبعا، ان انت دايما بيبقى عندك لاعب واثنين وثلاثه جاهزين. لان انت عارف هاني كمان بدون قطع كلامك، في ميزه في النادي الاهلي دلوقتي موجوده، غير ان كل مركز بقى فيه اكتر من لعيب. يعني انت جت فتره من الفترات كان عندك المساكين قليلين قوي، بتبقى عايز تجيب واحد ديفندر تلعبه مساك، انت عندك دلوقتي مساكين كتير. مزبوط. عندك يمكن المركز اللي صعب شويه هو حته الرايت، انما الليفت عندك معلول وعندك وحيد. في نص الملعب الديفندرات كانت مشكله النادي الاهلي في الديفندرات السنين اللي فاتت، بقى عنده ما شاء الله اسطول من المساكين. اللي عايز اتكلم عليه بقى وده الاهم، الاطراف الاماميه. عندك في كل ناحيه
عندك الشحات وعندك كهربا وعندك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف بيلعب احيانا، يعني عندك لعيبه كتيره. الميزه كمان بقى في راس الحربه، بقى عندك في مكان راس الحربه كمان رؤوس حربه مختلفين، راس حربه محطه وراس حربه بيجري شادو سترايكر بيجري في المساحات والحته دي. فانت كمان ما بقاش عندك يعني حتى راس الحربه ما بقاش ستايل واحد اللي هو المحطه وخلاص، لا بقى عندك اختلاف على حسب كمان الطريقه اللي انت هتلعبي فيها، لان بعض الماتشات بتبقى زي ما قلنا محتاجه راس حربه صريح عشان الكور العاليه لما بتبقى المساحات ضيقه، الكور اللي بتتلعب الكورسات من الاجناب عايزه واحد بيلعب بدماغه كويس وعايزه واحد محطه يطلع الناس من تحت. كذلك برضو عندك راس الحربه المتحرك عايز مساحات، محمد شريف ومروان في الحته دي، يعني الناس اللي موجوده. فانت دي ده تنويع وده ذكاء سواء من المدير الفني والاداره انها تنوع كمان من شكل اللعيبه. زي ما قلنا احنا الديفندرات عندك واحد ما شاء الله دبابه في النص ديانج، عندك السوليه ديفندر بس بيجيد الحته الهجوميه، عندك اكرم جوكر يقدر يلعب الحته اللي قدام يلعب ناحيه اليمين، يعني كذا حاجه. فانت دلوقتي في تنوع كبير في اللعيبه، عندك ما شاء الله حراس مرمى على مستوى عالي. زي ما هاني بيقول لازم يكون عندك الكم من اللعيبه دي انك داخله على بطولات وداخله على بطوله افريقيا. على فكره كل ماده بتتصعب اكتر الفرق، مظبوط طبيعي بتستثمر اكتر وبتدعم المدربين لان بقى فيها فلوس كتير. ضعفت الجوائز بتاعتها بقت كتيره، اما بتروحي لكاس عالم انديه ده بيبقى قصه تانية خالص، فالموضوع ما بقاش سهل كل مدى بيبقى صعب. اتعشى من ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ده يكون يعني التوفيق معاه ان شاء الله في وجود اللعيبه الكتير، وجود المدرب اللي عنده خبرات في افريقيا شفناها على المستوى المحدود مع في قبل النهائي والنهائي الافريقي اللي فات، هنبتدي نشوفه بقى في الفترة اللي جاية. نتعرف على إمكانيات موسيماني في إفريقيا. إن شاء الله الدوري ماشيين فيه كويس، إن شاء الله بإذن الله يكون يعني أداء كويس ونتائج كويسة إن شاء الله. نشوف مستوى عالي كمان ومستوى مشرف ونتائج في كأس عالم للأندية، ودي مهمة. وبالتوفيق للنادي الأهلي في أي وقت يا رب. إن شاء الله دايما النادي الأهلي بإذن الله. ربنا نورتنا يا كابتن محمد، يعني إن شاء الله الحلقة الجاية يكون معانا الكابتن علاء اللي هروح أجيب نفسي بقى وربنا يستر علينا النهارده، لكن ألف سلام عليه، لكن دايما بتشرفنا وبتنورنا يا كابتن، نورتنا. أنا سعيد أنا معاكم، نورتنا في البيت الكبير. وإحنا دايما شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده في البيت الكبير مشاهدينا، بكرة إن شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لـ 1. تصبحوا على خير.